بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم جميعا، كيف حالكم؟ ان شاء الله تكونوا تمام. اهلا وسهلا فيكم بلا ميديكا اكاديمي، ان شاء الله نكون يعني عند حسن ظنكم جميعا. انا زميلتكم ابرار سرايره، خريجه دفعه وطن سنه 2022، يعني السنه ان شاء الله راح اشرح معكم اول محاضره اللي هي بيدياتريك هيستوري اند اكزامينيشن. هي محاضره شامله ومحاضره نوعا ما يعني تقريبا كبيره شوي، بس ايش يعني فيها من كل قطر اغنيه، يعني المحاضره اذا فهمناها ممكن نفهم باقي المحاضرات. طبيعه الاسئله اللي بتيجي على هاي المحاضره انها بتكون ميكس مع محاضرات ثانيه، يعني ما بيجي عليها سؤال اكسكلوسيف لها هي بس، لا بتكون ميكس، يعني بكون مثلا في عندنا كيس معينه من خلال هاي الكيس بيجي كمان سؤال من محاضره البيدياتريك هيستوري والاكزامينيشن. تمام. ف اول شيء راح نبلش بالبيدياتريك هيستوري واكزامينيشن. بداية لازم نعرف شو يعني، بدنا نعرف شو الديفرنسز ما بين الهيستوري اللي كنا ناخذها زمان بالسيرجري والميديسن والهيستوري تبعت البيدياتريك. بشكل اساسي احنا راح نوضحهم واحده واحده لقدام. اول شيء بالبيدياتريك هيستوري في عنا شيء بنسميه برينيتال اند بيرث هيستوري، يعني بدنا نسال عن التاريخ المرضي للام اثناء البريجنسي خلال حملها بهذا البيبي، ونسال عن البيرث هيستوري اللي هي اثناء الدليفري اثناء الولاده وما بعد الولاده. بعدها بدنا نسال عن ديفلوبمنتال هيستوري، وهي لها محاضره كامله للدكتور عمر. بنسال عن فاكسينيشن، برضه بنسال عن فاكسينيشن هيستوري، وبنسال عن فيدنج والفيدنج هيستوري. واكيد طبعا هون الهيستوري بنكون ناخذها من مين؟ من البيرنتس نفسهم، يعني الهيستوريان بكونوا هم البيرنت مش البيشنت نفسه زي ما كنا متعودين. تمام. زي اي هيستوري راح تبلش بايش؟ بالبيشنت بروفايل. شو في البيشنت بروفايل؟ بيسال عن اسم المريض، قديش عمره، قديش عمر البيبي، شو السكس تبعه، شو الريزيدنسي، وبدي اسال متى دخل على المستشفى بالتاريخ واليوم، اكيد طبعا، زائد انه مين باي ويتش ديبارتمنت هو واز ادميتد، والهستيريان ريليشن للبيشنت، اذا كانت الهستوري واز تيكن مثلا من هير ماذر، بسال انه ذا هستوري واز تيكن فروم هير ماذر، او الهستوري واز تيكن فروم هير فاذر، او من الجراند ماذر، وات ايفر، يعني حسب من مين انا اخذت الهستوري. بعدها مباشرة بنسأل عن مين؟ عن الشيف كومبلينت. زي ما بنعرف الشيف كومبلينت المفروض يكون في عنا سيمتومز حسب البيشنت ووردز، وبكون معها ايش؟ بكون معها الديوريشن، يعني مثلا في عندي vomiting for 4 days وهكذا، ماكسيموم يكون في عنا 3 ايش؟ 3 شيف كومبلينت مش اكثر من هيك. بعد الشيف كومبلينت راح نبلش بالايش؟ بالهيستوري اوف بريزنتنج illness. زي ما بنعرف الهيستوري اوف بريزنتنج illness هي عباره عن analysis للشيف كومبلينت تبع البيشنت. زي ما كنا زمان نعرف مثلا فور اكزامبل اي بين، نعمل له analysis بالايش؟ بالساكروتيز اللي احنا بنعرفها. طيب هون اذا مثلا اذا كان الشيف كومبلينت ريليتد لديزيز معينه، بسال عن الكرونولوجيكال اكونت اوف ذا illness، يعني بسال بشكل عام موجز، يعني بسال الام عن موجز اساسي لطبيعه المرض اللي كانت عند البيبي نفسها، بسال اذا اخذ previous treatments او لا، زائد شو هم البوزيتيف والنيجاتيف سيمبتومز اللي عند البيبي، واكيد طبعا بتكون بالايش؟ بالبيشنت اون وورد. برضه كمان لازم احط اي ريليتيف سيمبتومز من الهيستوري اللي راح نسالهم لقدام، مثلا والله البيبي مثلا هذا البيبي ماخذ مثلا بيرتسس فاكسين، ماخذ الدي بي تي زي ما راح نحكي لقدام، ماخذ فاكسين معينه مثلا، ويجي البيبي عندي بفيفر، هون لازم اذكر انه البيبي اخذ الفاكسين الفلاني، لانه ممكن يكون الفيفر هاي من السايد افكت تبع الفاكسين. زائد لازم اسال بحط اي اذا كان عنده مثلا ديفلوبمنتال ديلي ريليتد للشيف كومبلينت نفسه، او اذا كان في عندنا سوشيال هيستوري ريليتد للشيف كومبلينت، او اذا في باست ميديكال هيستوري او فاميلي هيستوري ريليتد للشيف كومبلينت، كلهم هذول راح احطهم بالهيستوري اوف بريزنتنج illness. بعد هيك في عندنا السيستميك ريفيو، زي السيستميك ريفيو اللي يعني لكل شيء، يعني عادي اي سيمبتومز بخطر على بالنا المفروض نسال عنه. مثلا جنرالي بسال عن الابيتايت اذا كان كبير، مثلا بسال عن اذا صار عنده ويت تشينجز، بسال اذا في سليب ديستربنسز، بنشوف المود وغيرها، يعني نشوف كومبلينت في عفوا السيستميك السيستميك ريفيو. هون يعني بدنا نسال عن كل شيء، وعاده يعني بنسال عن الاشياء اللي بتخص الالنس بس. تمام. بالنسبة للإيش؟ بالنسبة للبرينيتال، نغير نحط هايلايت أفضل. بالنسبة للبرينيتال، البرينيتال هيستوري ليش مهم؟ البرينيتال هيستوري لأنه دائما الماتيرنال هيلث أثناء البريجنسي إلها إفكت على البيبي بشكل أساسي. شو يعني؟ يعني والله مثلا الأم صار عندها بليدنج أثناء البريجنسي، من شو بخاف؟
ممكن يصير ينولد البيبي بري تيرم ديليفري ويصير عندنا بريماتور بيبي. زي ما بنعرف البريماتور بيبي مور برون لايش؟ لكثير ديزيزز. زي ايش؟ زي ريسبيرتوري ديستريس. فبالتالي لازم اعرف اذا اي كومبليكيشن صارت مع الام خلال الحمل. مثلا اذا كمان برضه التروما مور برون للبري تيرم ديليفري، الهايبرتنشن كمان برون للبري تيرم ديليفري، الفيفر خصوصا بالثيرد ترايمستر شو انديكيت؟ انديكيت ماتيرنال انفكشن. فهون بفكر وبكون يعني شيء اساسي انه ممكن البيبي ينولد يكون عنده ايش؟ نيونيتال سيبسس. تمام. برضو كمان الانفكشوس النس زي مثلا فور اكزامبل والله الام صار عندها سايتوميجلوفيروس وانولد عندي بيبي عنده كونجينيتال سايتوميجلوفيروس انفكشن، هون رح يكون في عندنا ديسمورفيك فيتشرز المفروض انتبه عليها. فالمفروض هون صار في عندنا ريليشن يعني ما بين الماتيرنال هيلث اثناء البريجننسي وتاثيرها على البيبي نفسه. والله اذا الام مثلا تشرب كحول رح ينولد عندي ايش؟ بيبي بنسميه ايش؟ نافيتال الكحول سيندروم. يعني بيجي البيبي بيكون منتلي ريتاردد وبكون ايش؟ بيكون عنده مايكروسيفالي. شو يعني مايكروسيفالي؟ رح نشرح على قدام على الجروث شارت برضه، انه بكون البيبي ايش؟ الهيد تبعه السايز تبعه صغير للايج لعمره وللسكس تبعه. طيب برضه كمان السموكينج بنولد ايش؟ لو بيرث ويت، يعني بيجي وزن البيبي صغير. الرابتشر اوف ميمبرينز، هسه زي ما بنعرف انه حوالين البيبي في عندنا امنيوتيك ميمبرين. اذا صار في عندنا رابتشر لهذول الميمبرينز شو بيهمني بشكل اساسي؟ بيهمني قديش الديوريشن، قديش المده ما بين الولاده وما بين الرابتشر اوف ميمبرينز. ليش بتهمني؟ لانه اذا كانت المده اكثر من 18 ساعه يعني انا بحكي عن شيء بنسميه بريماتور رابتشر اوف ميمبرينز، فبالتالي بكون البيبي ات ريسك فور سيبسس. طيب طيب بعد هيك بعد الماتيرنال هيلث لازم نسال عن الانتي نيتال فيزيت، قديش مره زارت الدكتور. بشكل اساسي اي بريجننسي المفروض تقريبا يعني اقل شيء يكون في عندنا فور فيزيتس. ليش مهمين؟ لانه ممكن انا مثلا اشخص ديزيزز معينين موجودين في البيبي برينيتالي بدل ما استنى واتفاجئ فيهم ات ديليفري. زي ايش؟ زي مثلا اذا كان عنده كونجنيتال هارد ديفكت ببين مثلا برينيتالي بالالتراساوند. برضه كمان اذا كان البيشنت داون سيندروم ببين اذا عملت له مثلا امينوسنتيسيس. طيب بسأل الأم إذا أخذت مثلاً سبليمنت أو لا زي الفوليك أسيد، وبنسأل إذا عملت إذا بتعرف البلد جروب تبعها أو لا. ماشي تمام. هذا الجدول كله رح نشرحه لقدام شوي. هاي زي ما حكينا كتبت لكم الماتيرنال هيلث during pregnancy وشو الإفكت على البيبي بشكل أساسي. حكينا البليدنج والهايبرتنشن والتروما بيعملوا لنا إيش؟ بريماتور ديليفري. فبيجي عندي بريماتور بيبي بتوقع أكيد إنه البيبي يكون عنده مثلاً respiratory distress. إذا كان مثلاً فيفر بخاف من فكرة النيونيتال سيبسس. إذا كانت والله الأم عندها دي أم سواء كانت مثلاً عندها أصلاً هي سكري أو إذا صار عندها gestational دي أم يعني بنسميه سكري حمل رح ينولد البيبي إيش؟ ماكروسوميا، يعني معنى آخر الويت تبعه هاي ويت يعني يعني بكون above the average فوق الأربعة 4.2 كيلوغرام. طيب برضو بكون عندهم معاهم congenital heart disease، ممكن يكون عنده برضو جوندس. الالكوهول زي ما حكينا بيجي الطفل بكون عنده fetal alcohol syndrome اللي هي mental retardation وmicrocephaly. والسموكينج بكون low birth weight. الربتشر اوف ميمبرين حكينا بتهمنا الديوريشن اللي هي اذا كانت اكثر من 18 معناته بكون في عندنا risk of sepsis. تمام. بعد البرينيتال هيستوري رح نسأل ايش عن النيتال هيستوري والبوست نيتال. النيتال هيستوري يعني ايش؟ اثناء الدليفري بدي اسأل اول شيء شو هو الجستيشنال ايج ات دليفري، يعني بمعنى اخر على اي اسبوع انولد البيبي. بشكل عام لازم يعني الطبيعي انه ينولد البيبي ايش؟ تيرم بيبي. شو يعني تيرم بيبي؟ يعني انولد ما بين 37 ل 42 اسبوع. تمام. اذا البيبي انولد بعد ال 42 اسبوع شو بسميه؟ بسميه بوست تيرم بيبي. وإذا البيبي انولد قبل ال 37 أسبوع بسميه بري تيرم، وإذا قبل 28 أسبوع رح أسميه اكستريملي بري تيرم بيبي. تمام؟ تمام. طبعاً ليش؟ لأنه بريماتوريتي بشكل أساسي زي ما حكينا يعني تعتبر ريسك فاكتور لكثير ديزيزز ممكن تصير عند النيونات. بعد هيك لازم نسأل عن البيرث ويت، قديش كان وزن الطفل وقت الديليفري او لما انولد قديش كان وزنه. نورمال المفروض يكون الوزن ما بين 2.5 لايش؟ لا تقريبا يعني 4 او 4.2، يعني في كتب كثير بتفرق. فنورمال المفروض يكون اكثر من 2.5 كيلوغرام. طيب اذا كان اقل من 2.5 بعتبره لو بيرث ويت، اذا كان اقل من كيلو ونص بعتبره فيري لو بيرث ويت، اما اذا كان اقل من 1 كيلوغرام شو راح اعتبره؟ بعتبره اكستريملي لو بيرث ويت. بعدها لازم اسال المذر عن ايش؟ المود اوف ديليفري. بسالها كيف ولدت؟ ولدت فاجينالي
فاجينالي ولا ولدت سيزيريان سكشن يعني عمليه. اذا فاجينالي بدي اسالها هي ولدت مثلا نورمال فاجينال ولا استخدموا انسترومنت مثلا زي الفورسبس. اذا سي اس بدي اسالها اذا كانت هي اصلا الكتف يعني الدكتوره بالعياده اعطتها موعد انه تخلف بالموعد الفلاني ولا هي اصلا صار معها شيء معين وولدت امرجنسي يعني الموضوع كان طوارئ. تمام، كل هذا لازم نسال عنه. بعد هيك بدنا نسال اذا البيبي دخل النيونيتال اي سي يو او لا. تمام، وليش دخل؟ اذا دخل نيت الاي سي قديش قاعد فيها، وليش دخل على نيت الاي سي، واذا صار عنده جوندس او لا، صار عنده ريسبيرتوري ديستريس او لا، وهكذا. يعني لازم اسال مباشره بعد الدليفري شو صار مع البيبي. هاي بنسميها البوست نيتال هيستوري. فهيك عرفنا شو يعني بري نيتال، عرفنا النيتال، وعرفنا شو يعني بوست نيتال هيستوري. من البوست نيتال هيستوري لازم اعرف لما حسبوا له الابجر سكور قديش طلع. هسه في عنا شيء اسمه بنسميه ابجر سكور. شو يعني ابجر سكور؟ هو سكور بنحسبه للبيبي لما يكون عمر البيبي قديش، عمر البيبي 1 مينت وعلى او على 5 مينت، يعني بنحسبه لما يكون عمر البيبي دقيقه وعمر البيبي قديش 5 دقائق. السكور بيكون من قديش؟ من 0، طيب من 0 الى ايش؟ الى 10. ماشي، السكور المفروض يكون من 0 الى 10. هسه كل ما كان الابجر سكور عالي كل ما كان احسن. شو هو الابجر سكور؟ الاي اختصار لمين؟ للابيرنس، يعني شو كان لون السكن تبع البيبي. نورمالي المفروض يكون البيبي بينك بيبي، يعني ياخذ قديش؟ 2 بوينتس. تمام، اذا كان سيانوز بيرفيرال سيانوسس هون باخذ 1 بوينت، اما اذا كان البيبي كله سيانوتيك بيبي هون راح ياخذ ايش؟ 0 بوينت. برضه البي اختصار للبلس يعني الهارت ريت. نورمالي عند النيو بورن قديش الهارت ريت بيكون؟ من 100 ل 140. اذا كان اقل من 100 1 بوينت، اذا كان صفر باخذ صفر. جرايمس او بنسميها الريفلكسز، يعني مثلا ابون ستيميوليشن البيبي كان عنده سترونج كراي هون بياخذ 2 بوينت، اذا كان عنده ويك كراي هون راح ياخذ 1 بوينت، اذا اصلا نوت ريسبوند راح ياخذ 0. الاي اللي هي الاكتيفيتي او بنسميها التون، المفروض البيبي بشكل عام يكون ويل فليكست، يعني يكون عامل فليكشن للابر ليمب وللور ليمب ويعمل ريزيستنس للاكستنشن، نكون احنا بنحاول نعمل له اكستنشن هو مباشره بيرجع بيعمل فليكشن، هون راح ياخذ 2 بوينت. اذا كان سم فليكشن تمام راح ياخذ 1 بوينت، واذا البيبي فلوبي واكستندد هون ايش راح ياخذ 0 بوينت. اخر شيء في عندنا ريسبيريشن، المفروض يكون البيبي يكون عنده سترونج كراي، دائما الكراي يعني تعتبر يعني جود يعني بتعطينا انه يعني جود فاليو انه الامور تمام والبيبي ريسبيريشن تبعه تمام، زائد انه الكرايمز تبعه بكون تمام. طيب او اذا باخذ 2 بوينت، اذا كان الريجولار بريثنج راح ياخذ 1 بوينت، واذا كان البيبي ابنيا يعني ما بتنفس هون راح ياخذ 0 بوينت. فهذا ايش بنسميه؟ الابجر سكور. كل ما كان الابجر سكور عالي كل ما كان البيبي احسن. تمام، بعد هيك راح نحكي عن مين؟ عن الباست ميديكال هيستوري. اذا كان مثلا اذا كان هذا البيدياتريك عنده اصلا ميجر إلنس قبل هيك، يعني مثلا عنده ديزيز معينه، مثلا والله هو مريض سكري، عنده دي ام، مريض سيستيك فايبروسيس، مريض هايبرتنشن، لازم اذكرها بالباست ميديكال هيستوري. اذا عمل سيرجري قبل هيك برضه لازم اذكرها بالباست ميديكال سيرجري. اذا دخل اذا دخل للمستشفى بدي اعرف ليش دخل وقديش الـ times of admission ولا شو دخل، وإذا أخذ blood transfusion أو لا. تمام، بعد هالدراج هيستوري زي أي دراج هيستوري اللي كنا نأخذها زمان، إذا عنده allergy من دراج معينة طيب، وإذا بياخذ دراج بشكل يومي مثلا إذا شو اسم الدراج وقديش الدوز تبعه وقديش الفريكونسي طيب، وإذا هو compliance على هذا الدراج أو لا، وإذا بياخذ أنا over the counter medication زي مثلا الأمفيتامين وهذول الأشياء اللي أصلا بياخذهم الناس بدون الدكتور orders يعني مثلا بسأل عنهم، وزائد الهيرت ممكن أسأل عنهم. طيب بالنسبة للإميونيزيشن هي لها محاضرة كاملة، بدي أعرف حسب عمر البيبي قديش إذا شو الباكسينز اللي أخذهم، وإذا صار عنده أي سايد إفكتس من الباكسين زي ما حكينا قبل، مثلا مثال البرتسس باكسين حكينا أنه بيعمل فيفر أول 3 أيام مثلا، أول 3 أيام فبيجي البيبي إذا البيبي بيكون عنده هاي جريد فيفر، بيكون عنده إنوسنت كراي، ممكن يصير عنده سيجرز حتى بس من الباكسين هذا، فلازم أسأل عن الباكسين. زائد بدي أسأل إذا أخذ إكسترا فاكسينيشن، شو يعني إكسترا فاكسينيشن؟ يعني من الفاكسينات اللي مش موجودة في البرنامج الوطني الأردني، يعني زي ايش؟ زي المنينجوكوكال فاكسين مش موجود، او اذا اخذ مثلا انفلونزا فاكسين. الديفلوبمنتال هيستوري هي لها محاضره كامله رح تحكوا عنها باستفاضه، يعني هي اصلا عباره عن يعني اربع اشياء اللي هي بدي اسال عن الجروس
ماشي، بنسأل عن الفاين موتور مع الفيجن، بنسأل عن اللانجوج مع الهيرينج، تمام، زائد ايش عندنا فين السوشيال والسوشيال هيستوري، راح نحكي عنها ان شاء الله بشكل كامل في محاضره ديفلوبمنتال هيستوري. بعدها الفيدنج هيستوري، بدي اسال هو البيبي فقط بريست فيد ولا برضه كمان على فورمولا، واذا على فورمولا اذا قديش الفريكوانسي، قديش الاماونت اوف اذا فيدنج، اذا واذا اصلا كان على فورمولا مثلا غير اخر فتره الفورمولا وليش غيرها، مثلا صار عنده الرجي مثلا معين وغير سبيشال فورمولا او لا، زائد انه بدي اعرف اذا كان الفيدنج ادكويت او لا. كيف يعني ادكويت فيدنج؟ يعني بمعنى اخر انه البيبي لازم اهم وحده فيهم هذول كلهم انه ايش البيبي جينينج ويت، يعني قاعد البيبي بيكسب وزن، البيبي قاعد بيكسب وزن، البيبي بكون ساتسفايد ات ذا اند اوف فيدنج، بكون مرتاح وبضل كومفورتبل لمده ساعتين لاربع ساعات، بكون في انا ويت دايبر، يعني الام بتغير الحفاضه تبعته تقريبا من 6 ل 8 مرات في اليوم، زائد انه بكون في عنا بول موفمنت، تمام، وبكون مويست ميوكس ميمبرينز، يعني ما فيش ساينز اوف ديهايدريشن، تمام، والسكن تيرجر بكون اموره ممتازه، زائد انه ممكن اذا في حالات هاي الميلك تشينج تو كلوستروم تو ميلك، يعني بما ان هذا في حالات البريست فيدنج وراح نشرح عنها ان شاء الله في اذا في محاضره الفيدنج تبعت الدكتور هيثم. الوينينج ماشي، متى صار فينا introduction للسوليد فود؟ عادة بعملية الوينينج بتصير على 6 months، بعض الأمهات ببلشوا فيها على 4 months، زائد إذا أخذ supplements أو لا، زي ما بنعرف أنه أصلاً يعني أغلب الفيميلز بكون عندهم deficiency في فيتامين دي، فبالتالي البريست ميلك بكون يعني ما بيكون في فيتامين دي، فهيك المفروض دائماً بنعطي فيتامين دي للبيبي من day 1، طيب من day 1 لحد ايش؟ لحد تقريبا 1 year، تمام؟ من 1 day ل 1 year، يعني لمدة سنة قديش الدوز بتكون 400 international unit بنعطيه فيتامين دي، وبرضه كمان ممكن نعطي البيبي ايورين اذا كان عنده ايورين deficiency. بالنسبة للفاميلي هيستوري، هاي عشان ايش؟ عشان الكروموسومال ابنورماليتيز، تمام، او الجينيتك ديزيزز. بدي اسال عن الكونسانجوينيتي، اذا في صلة قرابة بين الام والاب، بدنا نسال اذا كان في عندنا انهيرتد ديزيز بالايفن تو جينيريشنز او بالثري جينيريشنز، يعني ما بين الابناء والاباء او الابناء والاباء والاجداد. نسال اذا في بريفيوس ابورشنز، يعني نزلت قبل هيك او لا. نسال اذا في حدا في العيله اصلا عنده نفس الكونديشن اللي جاي فيه البيبي عندنا بيشكي منه. نسال اذا في جينيتك ديزيز، تمام، وبرضه اذا في ديفلوبمنتال ديلي، يعني مشكله في الديفلوبمنتال هيستوري. طيب هذا بالنسبه للفاميلي هيستوري. بالنسبه للسوشيال هيستوري، زيها زي اي سوشيال هيستوري بنعرفها، راح نسال عن الليفنج سيتويشن، وين عايشين، اذا بتودي على داي كير او لا، لانه اصلا يعني الانفكشن بيكون اعلى بالداي كير، الاكيوبيشن اوف ذا بيرنتس، شو بيشتغلوا، شو بيشتغلوا الام والاب، نسال اذا بتعرض لسموكينج او لا، اذا في ترافل هيستوري، واذا في بيتوتري عشان موضوع الالرجي، تمام. هذا بالنسبة لموضوع الهيستوري. إذا حكينا الهيستوري بشكل عام هي مش راح تفرق كثير عن الميديسن هيستوري، بس فرقت معنا بإيش؟ بالبرينيتال والنيتال بوستنيتال ديفلوبمنتال هيستوري والفيدنج هيستوري، هذول إيش الفارق في البيدياتريك هيستوري، فبنا نركز عليهم واحدة واحدة، وزي ما حكينا الأمور إن شاء الله بسيطة وسهلة. بالفيزيكال إكزامينيشن، نفس الفيزيكال إكزامينيشن تبع إيش الأدلت، بفرق بإيش؟ بإشي بنسميه جروث parameters، يعني في عنا growth charts معينين من خلالهم أنا بعمل prediction إنه هذا البيبي اللي growth تبعه ماشي تمام بالنسبة لعمره، مهم بالنسبة لعمره ولا إيش ولا السكس تبعه، يعني for age and six. زي إيش؟ في أنا growth parameter، في أنا growth parameter للweight زي ما راح نشوف لقدام لوزنه، في أنا growth parameter للheight لطول الطفل، في أنا growth parameter للhead circumference اللي هو إيش محيط الرأس، وبعدين في أنا general and systemic examination راح نجيهم واحدة واحدة. فبالتالي differences بشكل عام بالphysical examination عند البيدياتريك إنه أغلبها بتكون عن طريق الobservation، يعني أغلبها بعمل physical examination عن طريق إيش؟ عن طريق الinspection، والمفروض أكون at the child level، تمام، وبلش من الليست ديستريس لا ايش للموست ديستريس، عشان يعني ما يبلش البيبي اذا الكراينج والاكزامينيشن يكون عندي صعب، خلاص ببلش من الشيء اللي بيكون الديستريس تبعه اقل للشيء اللي بيكون الديستريس تبعه اعلى. فالجنرال اكزامينيشن يعني زي اي اكزامينيشن بنعرفه، انترودكشن
بيرميشن البرايفسي، المفروض يكون معي تشابيرون، اذا بدي استخدم ادوات المفروض اكون مجهزتها، اذا نسيت التاتش، الهايجين المفروض يكون الهاند هايجين تمام، لازم اعمل وارمينج لايدي وللروم نفسها والاكسبوجر، وزائد انه بدي اشوف البوزيشن تبع البيشنت والبوزيشن تبع مين؟ تبع الدكتور نفسه. انت المفروض تكون حكينا at the level of the child. بعد هيك بنبلش بالجنرال انسبكشن، زي الجنرال انسبكشن العادي، بشوفه اذا هو looking ill او well. بنشوف الليفل اوف كونشسنس، بيفرق عنا هون ايش شغلات مهمه لازم نركز عليها، اللي هي ايش الساينز اوف ديهايدريشن. لازم اشوف والله مثلا هو الفونتن اللي عنده سانكن ولا مش سانكن، عنده سانكن اي ولا ديبريست فونتن او لا، عنده سانكن اي او لا. نشوف الميوكس ميمبرينز تبعاته، مهم موضوع الديهايدريشن. ليش؟ لانه البيدياتريك اصلا مور برون للديهايدريشن اكثر من الادلتس، لانه السيرفيس اريا تبعتهم هي اعلى. الديسمورفيك فيتشرز، بدي اشوف والله اذا في عنده ديسمورفيك فيتشرز معينه انديكيت مثلا هايبوثايرويديزم، والله البيبي مثلا عنده ديبريست نيزل بريش، نيزل بريش تبعه مثلا نازل لتحت، عنده مثلا بروترودد تانج الماوث عفوا لسانه طالع لبرا وهكذا، او مثلا ديسمورفيك فيتشرز اذا تبع الداون سيندروم اللي راح نعرفهم لقدام. برضه مثلا لازم اسال اشوف ساينز اوف ريسبيراتوري ديستريس، مثلا البيبي عنده نيزل فليرنج، عنده اذا سب كوستال ريتراكشن، انتر كوستال ريتراكشن، سب استرنال ريتراكشن، او اذا يوز اوف اكسسوري مسل والبيبي تاكيبنيا تمام، او مثلا اذا يعني اذا كان على اوتو سب، اذا على اوتو سبورت او لا. زائد ايش البيهيفير، البيهيفير تبع البيبي، بدي اشوف مثلا هو البيبي عنده اوتيزم ولا عنده اي دي اتش دي اللي هي متلازمه فرط الحركه. والله مثلا اذا البيبي يعني مش قادر يقعد ومش مركز ومش منتبه، هون اذا باخذ فكره معينه عن البيهيفير. اذا البيبي مغطي وجهه مثلا وما بيحكي مع حدا، او يعني من خلال البيهيفير تبع البيبي بقدر احدد او بقدر اميز اذا في مشكله معينه عند البيبي او لا. اذا في اودر معينه، ريحه معينه او ساوندز طالعين من البيبي. طيب زائد الكلر، الكلر مهم. ليش؟ لانه انا بخاف من فكره الساينوسيس ومن فكرة الأنيميا. إذا البيبي بيل يعني معنى ذلك إنه أنيميك بيبي، أو البيبي ممكن يكون ساينوس. المفروض الأوتوسات يكون أعلى من 95. طيب إذا كان بتبلش الساينوسيس تظهر على البيبي إذا كان الأوتوسات بديش أقل من 85، هذا الإشي مهم. طيب بعد هيك، بعد ما عرفنا عملنا جنرال إنسبكشن، بعد الجنرال انسبكشن نسوي نشوف الفايتال ساينز. الفايتال اللي بنعرفهم اللي هو التمبريتشر، بدنا نشوف التمبريتشر تبعت البيبي. اكثر اثنين بنستخدمهم هم الاورال، ماشي عن طريق الاورال، وفي عندنا الريكتال. الاورال للبيبيز اللي بكونوا اكبر من 5 سنوات، واذا كان اقل من 5 سنوات بنقيس التمبريتشر ريكتالي. طيب ممكن عن طريق الاكزيلري والاوتيك، بس اكثر اثنين بنستخدمهم هم الاورال والريكتال. بعد هيك في عندنا ايش؟ الهارت ريت. الهارت ريت ايذر ابيكال من الابيكس نقيسه، او من الفيمورال ماشي عند الانفنت. اذا لما يكبر الطفل شوي ممكن اقيسه بالراديال بالس والانتيكيوبيتال، او عن طريق اللي فينا او من خلال الانتيكيوبيتال. طيب بعد هيك في عندنا ريسبيراتوري ريت. الريسبيراتوري ريت الشيء المهم فيه انه ايش؟ اوبزيرف فور 1 مينيت، لمده دقيقه كامله. ليش؟ لانه في البيدياتريك في عندنا شيء اسمه بنسميها بيريودك بريثنج. يعني شو يعني بيريودك بريثنج؟ يعني بيصير عندهم ابنيه، يعني بيوقف عندهم التنفس لمده 15 سكند، 15 ثانيه. ليش؟ لانه اصلا عندهم بكون عندنا البرين ستيم اللي موجود في الريسبيراتوري سنتر شو بيكون؟ بيكون اماتور، فبالتالي الطفل ممكن يكون عنده ايش؟ يكون عنده بيريودك بريثنج. بس اذا كانت الابنيه الديوريشن تبعتها اكثر من 15 سكند، هون لا لازم نعمل انفستيجيشن، لانه ما بيكون الموضوع نورمال. طبعا اكيد هذا الشيء بيختفي مع العمر. بالنسبه للبلد بريشر، اذا لازم يكون عندنا ابروبريت كاف سايز، ونعرف كيف يعني ابروبريت كاف سايز. يعني ننقيس الويث تبع الابر ارم وناخذ ايش؟ نفنا 2/3 من الويث اوف ذا ابر ارم يكون السايز تبع الكف. ضيف على هذول الاربع فايتال ساينز انه نعمل الجلوكو تشيك عشان نشوف قديش الجلوكوز عند الطفل، بالاضافه للبلس اوكسيومتري عشان موضوع الريسبيراتوري ديستريس. هذا الجدول للاسف انه حفظ ببين لي الايج. طيب وفي عندنا الهارت ريت وفي عندنا الريسبيراتوري ريت. طيب مثلا البيبي اللي عمره مثلا سنه 12 شهر بكون الهارت ريت عنده 90 ل 130، والريسبيراتوري ريت قديش بكون؟ من 25 الى 40. بنلاحظ انه الهارت ريت بقل مع العمر، والريسبيراتوري ريت برضه بقل كل ما كبر البيبي. يعني مثلا على 12 سنه بصير نفسه زيه زي الادلت، يعني بكون الهارت ريت عنده من 60 ل 100،
والريسبيرتوري ريت بيكون من ايش؟ من 12 الى 18. تمام. بعد هيك زي ما احنا شايفين هون في عنا هذا اسم هذا التشارت. طيب هذا التشارت ايش بيستخدموه عشان اعرف اذا البيبي عنده هايبرتنشن او لا، يعني للبلد بريشر. عشو بيعتمد؟ بيعتمد على 3 او بيست اون 3 ثينج. شو هم؟ اول شيء الايج، ماشي، مهم انه يكون على بيعتمد على الايج تبع البيبي، وبيعتمد على السكس، مثلا هون هو للبوي، زائد ايش الهايت. هذا الموضوع مهم جدا جدا جدا، واصلا كثير بيسالوا فيه في الراوندات. فبالتالي البلد بريشر اللي بيعتمد على ثلاث شغلات، الشارت تبعه بيعتمد على اذا لازم اتاكد من السكس ومن الايج وانه والهايت. زي ما احنا شايفين هون مثلا هون هو عباره عن بوي، تمام، فالايج بالسنوات باليرز، هي 1 و2 و3 لحد 9، وفي عنا ايش الهايت بالبرسنتايلز. هسه لقدام شوي رح نحكي عن شيء نسميها الجروث باراميتر، ونسميها فينا الجروث تشارتس، ماشي. في عنا جروث تشارتس خاصين للهايت، حسب عمر الطفل بروح على الجروث تشارت تبع الهايت وبشوف قديش هو جاي على اي برسنتايل، وبعدها لما اشوف هو على اي برسنتايل بالنسبه للهايت وبعرف انا قديش عمره، بشوف قديش السيستوليك بلاد بريشر تبع البيبي او تبع البيدياتريك والديستوليك بلد بريشر تبعه. بشكل عام في عنا ايش الناشونال هاي بلد بريشر ايديوكيشن بروجرام على الكلاسيفيكيشن للبري هايبرتنشن اند الهايبرتنشن ان تشيلدرن. فنورمالي المفروض يكون البيبي قديش اقل من 90 بيرسنتايل. شوفي زي ما احنا شايفين هون في عنا 50 بيرسنتايل، وفي عنا 90، وفي عنا 95، وفي عنا 99. عشان اعتبره نورمال بلد بريشر المفروض يكون اقل من 90 بيرسنتايل. طيب اقل من 90 بري هايبرتنشن اذا كان اكثر من 90 بس اقل من 95. طيب او اذا كان البلد بريشر 120/80 حتى لو كان اقل من 90 بيرسنتايل. طيب يعني بعد اذا ال 120/80 حتى لو كان اقل من 90 بيرسنتايل يعتبر بري هايبرتنشن. بالنسبه للستيج 1 فينا هايبرتنشن، فينا ستيج 1 هايبرتنشن وفينا ستيج 2 هايبرتنشن. ستيج 1 بتكون اكثر من 95 بيرسنتايل واقل من 99 بيرسنتايل بلس 5 مليمتر ميركوري، ماشي. اما اذا الستيج 2 اذا كان اكثر من 99 بيرسنتايل بلس 5 مليمتر ميركوري، زي ما حكينا بيعتمد على السكس وبيعتمد على الايج، بيعتمد على مين؟ على الهايت، ولازم اقيسهم ب 3 سيبريتد اوكيجن، ماشي. المفروض يكونوا ات ليست ان هم بثري سيبريتد اوكيجنز. طيب وعرفنا انه البلد بريشر اذا كان 120/80 يعتبر بري هايبرتنشن حتى لو كان اقل من 90 بيرسنتايل، واذا كان 120/80 وطلع على الشارت اعلى من 95 بيرسنتايل هون بعتبره ستيج 1 هايبرتنشن. تمام. بالنسبه للكف مش كثير بصراحه مهم الاشياء هذه. بالنسبه للكف ويت يعني المفروض يكون حكينا فينا لو فينا 2/3 من الويث اوف ذا ابر ارم، ما بصير يكون لا تو نرو ولا تو وايد، ولازم يكون يعني فينا سبيس بين تقريبا فينا 2 فينجرز عشان يعني ما اتاكد انه هو مش نرو ولا وايد. في عندنا برضه اذا فينا بالنسبه للكف لينث، اذا فينا مودرن كف، طيب المفروض البلدر اذا تكون ان سيركل 80% من الأبر ار، مش 100% منها، يعني مش شيء كثير مهم. يعني في عندنا اصلا لكل ايج في عندنا كف سايز معينه وبيقيسوا من خلالها البلد بريشر. طيب اذا لهون حكينا، صرنا حاكين عن الجنرال اذا اكزامينيشن، وحكينا عن الفايتلز، وجايين نحكي عن الشيء المختلف في البيدياتريك اكزامينيشن عن الادلتس اللي هو الجروث بارامترز، ماشي. الجروث بارامتر في عندنا جروث تشارتس، هسه راح نشوف اشكالهم كيف، من خلالهم بقدر اعرف اذا هو قديش يعني اذا الويت مثلا تبع البيبي او نمو البيبي تمام او مش تمام، من ناحيه الوزن، من ناحيه الهاي، من ناحيه الهايت، ومن ناحيه الهيد سيركمفرنس. وبرضه كمان في عندنا البادي ماس اندكس اللي فينا البي ام اي برضه لها جروث تشارتس، ممكن يكونوا فينا ستاندرد ممكن يكونوا سبيشال تشارتس. زي ما احنا شايفين هون بالصوره بالنسبه للهيد سيركمفرنس كيف بقيسه؟ بقيسه اوكسيبيتو فرونتال، هيك يعني اوكسيبيتو فرونتال بقيسه من الاوكسيبت للفرونتال، تمام. ما بصير اقيسه زي هيك ولا بصير اقيسه زي هيك زي ما احنا شايفين بالصوره.
طيب هسه بشكل عام في عندنا الرول اوف ثامب فور جروث. بالنسبه هذا الجدول مهم وحفظ وبيجي عليه اسئله كثير ام سي كيوز ضمن اشياء ثانيه. طيب في عندنا الويت وفي عندنا الهايت وفي عندنا الهيد سيركمفيرنس. طيب بالنسبه للويت، اول ما ينولد البيبي خلال اول ايام، خلال فيو فيرست فيو دايز، بيخسر من 5 تو 10% اوف هير او هيز بيرث ويت. طيب بعدها بيرجع الويت للبيرث ويت خلال 7 ل 10 ايام. الدبلينج بكون على عمر الاربع اشهر، والتريبلينج بكون على عمر السنه. اول 3 سنوات البيبي تقريبا بيكسب بشكل يومي من 20 ل 30 جرام، بعدها بقل بصير من 15 ل 20 جرام خلال باقي السنوات. هذا بالنسبه للويت. اذا في الويت اول شيء حكينا بقل وزنه 5، بعديها بعد 10 ايام 5% من البيرث ويت راح يقل، بعد 5 أيام بيرجع مرة ثانية للبيرث ويت، الدبلينج على 4 أشهر والتريبلينج على السنة. بالنسبة للهايت، الأفرج هايت بيكون قديش؟ 20 إنش، يعني بنولد البيبي قديش بيكون طوله؟ 50 سنتي. تمام، بيكون طول البيبي 50 سنتي. والدبلينج بيكون على عمر 4 سنوات، يعني ابن ال4 سنوات إذا كان طوله 50 مفروض قديش يكون طوله لما يكون عمره 4 سنوات؟ مفروض يكون طوله قديش؟ 100. يعني بمعنى آخر بصير في عنا دبلينج للبيرث لينكث. بالنسبة للهيد سيركمفيرنس آت بيرث بيكون 35 سنتيمتر. تمام، بيزيد أول 3 أشهر بيزيد 2 سنتيمتر، خلال أول سنة أول 3 أشهر بيزيد 2 سنتيمتر. تمام، ثاني 3 أشهر بيزيد 1 سنتيمتر، و3 أشهر اللي بعديها رح يزيد قديش؟ بيصير يزيد نص، وهكذا يعني شوي شوي بقلوا سنتيمترات اللي بيزيدهم الهيد سيركمفيرنس. طيب اذا هذا هو ايش بنسميه، هذا زي ما احنا شايفين هذا اسمه جروث تشارت. طبعا الجروث تشارت في عندنا سبيسيفيك تشارت وفي عندنا ستاندرد تشارت. يعني بمعنى اخر مثلا الجروث تشارت هذا بدي انتبه انه هو ايش للبويز، فبستخدمه فقط للبويز. العمر اللي موجود عندي من 2 سنين ل 20 سنه، فبدي اتاكد من الايج وبدي اتاكد من السكس. زي ما احنا شايفين هون في عندنا الويت. تمام، اذا هون في عندنا الويت وفي عندنا هون الستيتشرز اللي هو ايش الهايت، وهون ايش عمر البيبي بالسنوات، هذا عمر البيدياتريك عفوا بالسنوات، وهون ايش الافرج. المفروض يكون عشان نعتبر انه نورمال، المفروض يكون ما بين 3 من 3rd بيرسنتايل للايش لل 97th بيرسنتايل. هذا بالنسبة للوزن. والطول نفس الاشي، من الثيرد بيرسنتايل لل 97th بيرسنتايل. والله مثلا انا عندي ولد عمره 9 سنوات، عند عمري ولد عمره 9 سنوات والله، وطلع طوله مثلا 105 سنتيمتر، جاي هون يعني على الشارت صح؟ فمعنى ذلك انه هو ايش اقل من الثيرد بيرسنتايل. هون شو بعتبره شورت ستيتشر، يعني هذا ولد قصير القامه، يعني المفروض يكون طوله بالنسبه لوزن بالنسبه لعمره اكثر من طوله اللي حاليا، فبعتبره ايش بنسميه شورت ستيتشر. فزي ما احنا شايفين معنى كلمه شورت ستيتشر يعني بمعنى اخر انه بكون بلو الثيرد بيرسنتايل فور ايش مهم فور ايج اند ايش اند سكس. فشو اهم الكوزز اللي بتخلي البيبي شورت ستيتشر؟ اول شيء لازم يخطر ببالي انه يكون موضوع جينيتيك فاميليا، بدي اشوف الام والاب، ممكن يكون امه وابوه الاثنين قصارفه، تلقائيا البيبي راح يكون شورت ستيتشر. طيب ممكن يكون داون سيندروم، فبدي ادور على ديسمورفيك فيتشرز ثانيين. ممكن يكون مال نيوتريشن، خصوصا اذا كان كرونيك مال نيوتريشن بسوي لنا شورت ستيتشر. ممكن يكون البيبي هايبوثايرويدزم، بصير عندنا شورت ستيتشر. ممكن يكون كونستيتيوشنال جروث ديلي، يعني بمعنى اخر انه البيبي بيكون شورت ستيتشر اول ما نوصل للبيوبرتي مباشره راح يطول البيبي. كيف بتاكد انه هذا البيبي عنده كونستيتيوشنال جروث ديلي او لا؟ عن طريق ايش؟ نعمل هاند اكس راي. بكون عمر العظم عند البيبي اقل من عمر البيبي الطبيعي، يعني مثلا انه عمره 9 سنوات بيطلع عمر العظم مثلا 6 سنوات. هون بعتبره ايش؟ كونستيتيوشنال جروث ديلي. ممكن يكون عندهم ديفيشنسي بالجروث هرمون، او اذا كان عندهم كرونيك إلنس زي سيستيك فايبروسيس، ليش؟ لانه بنعرف انه سيستيك فايبروسيس شو بتسوي لنا؟ بتسوي لنا مال ابزوربشن، فتلقائيا ممكن البيبي يطلع شورت ستيتشر. هذا بالنسبة لمين؟ بالنسبة للشورت ستيتشر. والله ابني 9 سنوات وطلع طوله مثلا 150 above ايش؟ above ال 97th percentile. هذا شو اسمه؟ هذا بنسميه tall stature. شو ال causes of tall stature؟ طبعا اكيد for age زي ما حكينا and ايش and sex. ال causes ممكن يكون acromegaly، يعني فينا زيادة في افراز the growth hormone. ممكن يكون genetic familial الام
الأم والأب الاثنين طوال. ممكن يكون كلينفيلتر سيندروم إذا كان مثلاً ميل وعنده إيش زيادة إكس، زي ما بنعرف إنه هو إكس إكس واي بكونوا هذول تول ستيتشر، أو يكون كولاجين ديس أوردر زي المارفن سيندروم. تمام، المارفن سيندروم بكونوا إيش زي ما بنعرف إنهم بكونوا تول، فهذول بعتبرهم إيش نافنة تول ستيتشر. كيف عرفنا؟ من الشارت حسب الإيج وحسب إيش وحسب حسب الإيج وحسب السكس. تمام، اللي قبل كان جروث شارت للبوي، هنا في عنا الجروث شارت للجير جيرز، وهي العمر من سنتين لعشرين سنة. ونفس الاشي في عنا هون الستيتشر، وفي عنا هون الويت، وفي عنا هون ايشنا عفوا في عنا هون الايج باليرز. تمام، هذا الشارت لمين؟ للهيد سيركمفرنس. تمام، عشان نحسب فيه محيط الرأس واذا نمو محيط الرأس. تمام، فور ايج او لا. طيب هذا ايش للبوي، ماشي للبوي، والعمر من الولادة لحد 36 شهر. طيب زي ما احنا شايفين اقل اشي في عنا third او fifth percentile، وعلى ايش اللي هي في عنا 97th percentile. طيب مثلا بيبي عمره سنة ونص يعني 18 شهر، والهيد سيركمفرنس كان والهيد سيركمفرنس تبعه كان مثلا 42، يعني بمعنى اخر بلو الثيرد بيرسنتايل او بلو الفيفث بيرسنتايل. شو بسميه هذا؟ بسميه مايكروسيفالي، يعني بمعنى اخر الهيد تبع البيبي صغير مقارنه بعمره، اذا مقارنه بعمره، فبالتالي شو بسميه؟ مايكروسيفالي. شو الكوزز اوف مايكروسيفالي؟ هينا كاتبينهم هون. اول شيء بخطر على بالي از يوجوال جينيتك فاميليال، بدي اشوف العيله. طيب بعدها الداون سيندروم، بعدها اذا الام مثلا كان عندها فينيلكتينوريا اصلا وكانت انكنترولد ديورينج بريجننسي، هون ممكن البيبي يطلع عنده فينيلكتينوريا. كيف بيجي البيبي اللي عنده فينيلكتينوريا؟ بيكون منتلي ريتاردد وبكون عنده برضه مايكروسيفالي. بعدها ممكن يكون كونجينيتال انفكشن زي التورتش انفكشن اللي هي في عندنا تي او ار سي اتش، ماشي. هذول ايش اذا بنسميها؟ في شيء اسمه بنسميه تورش انفكشن. التي يعني توكسوبلازما، الاو الاذر زي السيفلس، الار اللي هي روبيلا، السي سايتوميجالوفيروس، والاتش اللي هي الهيربس سيمبلكس فيروس. هذول الانفكشن اذا الام صار عندها تورش انفكشن ديورينج بريجننسي وطلع البيبي وعنده كونجينيتال انفكشن، بكون عنده مايكرو سيفالي. تمام، مو في عنا شيء بنسميه كرينيو ساينستوسس. شو يعني كرينيو ساينستوسس؟ يعني صار في عنا ايرلي كلوجر اوف ذا سوتشرز، السوتشرز سكروا قبل موعدهم، فهون اصلا بطل في سبيس انه يصير في عندنا انلارجمنت للهيد، فتلقائيا الهيد سيركمفرنس راح يكون اقل من الثيرد بيرسنتايل، او اذا كان في عندنا بون ديزيز زي الاوستيوجينيسيس امبيرفكت. طيب هذا بنسميه مايكروسيفل. والله ابن ال 18 شهر اللي هو ابن السنه ونص وطلع عفوا هون هيو ابن السنه ونص وطلع الهيد سيركمفرنس تبعه قديش؟ 52 سنتي. هذا ايش؟ اباف ال 97th بيرسنتايل، بالتالي شو بسميه ماكروسيفالي. ماكروسيفالي يعني الهيد تبعه كبير، فبالتالي above the 97 percentile for age and sex. طيب وين بشوفهم؟ بشوفهم اذا كان عنده هيدروسيفلس، طيب اذا كان genetic familial، وممكن برضو مع الكونجينيتال some congenital diseases بيجي البيبي بيكون عنده ماكروسيفالي. تمام، هذا بالنسبة لمين؟ بالنسبة للgrowth charts. مع خلال الجروث تشارت هذول في عنا شيء مصطلح بنسميه فيلير تو ثرايف، ماشي، اف اف تي، فيلير تو ثرايف. شو يعني فيلير تو ثرايف؟ يعني بمعنى اخر في عنا inability to maintain the expected rate of growth over time، يعني بمعنى اخر انه البيبي مش قاعد بيكسب، او الجروث تبع البيبي مش زي المتوقع او زي ما احنا مفكرين. مثلا والله مثلا متى بحكي انه هذا البيبي فيلير تو ثرايف؟ ممكن يكون طبعا في لها تايب ورح نشرحها ان شاء الله كمان في محاضره الفيدنج. في عنا تايب 1 بكون بكون low weight، ماشي. type 2 بكون ال weight وال height الاثنين low. type 3 بكون ال weight وال height وال head circumference كلهم low. فهذا بنسميه ايش؟ بنسميه failure to thrive. متى بحكي انه هذا البيبي failure to thrive؟ والله مثلا كان وزنه مثلا 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 كان وزن البيبي ما بين ال 75 وما بين ال 90 بيرسنتايل. بعدها هو مثلا هو 9 سنوات، على مثلا على 12 سنه صار وزنه ما بين ال 25 وال 10، يعني بمعنى اخر نزل 2 اي نزل ايش
بمعنى آخر نزل 2 بيرسنتايل، فبالتالي لما يكون فينا فول اوفر 2 اور مور بيرسنتايل هذا بعتبره فيلر تو ثرايف. إذا كان البيبي زي ما حكينا أقل من ثيرد أو الفيف بيرسنتايل هون بعتبره فيلر تو ثرايف، يعني بمعنى آخر ال إذا كان شورت ستيتشر أو مايكروسيفالي أو اللي عندنا لو الوي تبعه لو هون بعتبره إيش فيلر تو ثرايف، أو إذا كان ليس ذان 80 بيرسنتايل أوف ميديان ويت فور هايت إذا كان ميجرز هذا برضه كمان بعتبره فيلر تو ثرايف. في عندنا مصطلحين مهمين اللي هم في عنا إيش اسمه مسميه ستانتينج وفي عنا ويستينج. ويستينج يعني معنى آخر الوزن ضايع، هيك يحفظوها then wasted، فبيكون low weight مقارنة بطوله، يعني هو طويل فوزنه متوزع فمنسميه wasted يعني low weight for height، بينما stunting يعني الهايت تبعه low فبالتالي low height for age، فstunting low height for age بينما wasting for low weight for height. الترمز اللي حكيناهم وشرحناهم اللي هو short stature لما يكون less than third percentile for age and sex نرجع من عيد وهذا الموضوع المهم. microcephaly برضو كمان أقل من third percentile for age and sex. microcephaly أكثر من 97 percentile for age and sex. طيب هذا الشارت اللي هي الكروت شارت تبع مين، تبع ايش البادي ماس اندكس تبع البي ام اي. طيب كمان شوف اللي يجي حاط لي كده اذا شو الجندر تبعه شو السكس وحاط لي شو اذا لاي عمر لعمر السنتين ل 20 سنه. هسه نورمالي بين الفيف بيرسنتايل لل 95 بيرسنتايل هذا ايش انه نورمال هيلثي بيبي والوي تبعه بيكون نورمال. بين ال 85 بيرسنتايل وال 95 بيرسنتايل هذا ايش بعتبره اوفر ويت، ماشي بعتبره اوفر ويت. أبوف ال 95 بيرسنتايل هون ايش اوبيز، وبلو ال 5 بيرسنتايل هذا بعتبره اندر ويت. ماشي هاي زي ما حكينا الاندر ويت اللي بكون اقل من 5 بيرسنتايل، الهيلثي بكون ما بين ال 5 وال 85 بيرسنتايل، والاوفر ويت بكون والاوفر ويت اللي بكون ما بين ال 85 وال 95، والاوبيز اذا كان اعلى من 95 بيرسنتايل. طيب وزي ما بنعرف انه اصلا البادي ماس اندكس نورمال المفروض يكون ايش اقل من 25 صح، ونفس الشيء مش راح يفرق شيء، فالمفروض البادي ماس اندكس يكون اقل من 25 يعني من 18 ل 25 نورمال. تمام هيك لحد الان صرنا شارحين الجنرال اكزامينيشن، عرفنا انه لازم نتاكد انه ما فيش ساينز اوف ديهايدريشن، ما فيش ريسبيراتوري ديستريس ساينز، ما فيش ايش الديسمورفيك فيتشرز، هذول ثلاث اهم ثلاث اشياء اللي بيفرقوا عن الادب. تمام اثنين حكينا عن الفايتال ساينز، ثلاثة حكينا عن مين؟ عن الجروث تشارت. حاليا بدنا نبلش ايش؟ بالاكزامينيشن للسيستم سيستم، بنبلشها بالايش؟ بالسكن اند الليمفاتكس. طيب بالسكن بدي اشوف والله عنده بيرث ماركس، عنده نيفاي، هيمانجيوما، عنده منجولين سبوت راح نشوف صورتها لقدام شوي هسا، البيبي عنده راش معينين في ديسكوميشن او لا، في بيجمنتيشن او لا، الكالر تبعه اذا عنده جوندس او لا، الليمف نود نفسهم اذا في عندنا انلارج الليمف نود، بنشوف اللوكيشن تبع الليمف نود، بنشوف الليمف نود هو موبايل او لا، بنشوف الكونسستنسي. طيب واخر شيء بنشوف اذا في عندنا اذا في سكارز او انجري، يعني اي تشينجز بالسكن بنحسهم اب نورمال المفروض نشوفهم. بالنسبة للليمفاتكس عادة ممكن نكون في عندنا بالبابل نيك اند جروين ليمف نود. طيب عند البيبيز اللي بكون عمرهم اقل من 5 سنوات طبعا المفروض يكونوا ايش بايلاترال، مهم المفروض يكونوا بايلاترال واقل من 1 سنتيمتر ان دايمتر، ممكن يكونوا هارد وموبايل اند ايش نو اوفرلاين جريدنس، وبرضه نت اسوسييتد مع سيمتومز زي ايش الويت لوس والفيفر والنايت سويت اللي بكونوا ايش انديكيت المالجنس، يعني ما في هاي السيمتومز مش موجوده. هذا اصلا اجانا سؤال احنا في سادس ام سي كيوز كان من ضمن انه كلهم نورمال فاريانت ممكن لقيهم عند البيدياتريك اكسبت، شو كان كاتب؟ كاتب انه اذا ممكن الاقي عنده ليمف نود حجمها اكبر من 3 سنتيمتر ان دايمتر، فهذا ايش؟ فهذا غلط، المفروض تكون اقل من 1 سنتيمتر ان دايمتر، فنركز واحنا ندرس لانه الاسئله يعني طبيعتها بتكون دقيقه ويعني بس هي بتكون سهله بشكل اساسي. طيب زي ما احنا شايفين هون هاي ايش بنسميها؟ هاي بنسميها منغوليون سبوت، هاي السبوت هاي بنسميها منغوليون سبوت. طبعا المنغوليون سبوت هي عباره عن بيناين سكن ليجن، يعني ما في لها ولا سيجنيفيكانت ولا لها فاليو ولا بتخوفنا ولا في لها شيء. طيب عاده بنشوفها اكثر شيء عند الدارك سكن ريسس، وبنشوفها اكثر شيء وين باللامبوساكرال ليجن، سببها ايش؟ هايبر سنسيتيف ميلانوسايت للميلانوسايت ستيميليتنج هرمون، وبتظل تقريبا لمده 10 اشهر وبعدها ريزولف سبونتينوسلي بتروح لحالها. طيب بدون
بدون اي تدخل. هاي بنسميها ايش؟ منجولين سبوت، تعتبر ايش حكينا؟ بيناين سكن ليجن، هاي منجولين سبوت. هون في عنا ليش الاريثيما، الاريثيما توكسيكم. الاشي المهم في الاريثيما توكسيكم زي ما احنا شايفين هي عباره عن اريثيما، في عنا حمار وهذول عباره عن ايش؟ باستيول. هيهم شايفين كيف رؤوسهم ابيض، بنسميهم ايش؟ باستيول. طيب هاي اريثيما توكسيكم. الاريثيما توكسيكم شو الفرق هون؟ انه الفكرة انها ما بصير تكون موجودة قبل عمر ال 24 ساعة. يعني بمعنى اخر، شفت هذا المنظر عند بيبي عمره 24 hours، يعني قبل ال 24 hours هاي مش اريثيما توكسيكم. بس اذا كان بعد ال 24 hour هاي بعتبرها اريثيما توكسيكم، وهي نفس الاشي of no significant value وبتروح لحالها within weeks. طيب طيب بعد هيك هاي اذا بنسميها ايش؟ فاستيولار ميلانوسيس، نفس الشيء. واكثر شيء بنشوفها وين؟ في منطقه النك زي ما احنا شايفين. هذول مش بمحاضرات الدكتور بس كنا نشوفهم ونسال عنهم. هاي بنسميها ايش؟ بنسميها اكيوتس مارميراتم زي ما احنا شايفين. هاي اللي على السكين كلهم هذول بنسميهم اكيوتس مارميراتم. شو يعني اكيوتس مارميراتا؟ يعني بمعنى اخر صار في عندنا موديلنج اوف ذا سكين. شو سببها؟ سببها صار في عندنا تمبريتشر تشينجز. طيب سببها تمبريتشر تشينجز، وهي تعتبر نورمال فاريانت عند النيو بورن، بس ممكن الاقيها كومون عند مين؟ عند الداون، عند الناس البيبيز اللي بكون عندهم داون سيندروم. شو سميناها؟ سميناها كيوتس مارميراتا. طيب بعدها في عنا هاي بنسميها في عنا السلمون باتش، زي ما احنا شايفينها نفس لون السلمون. اكثر شيء بتكون على منطقه النك، ماشي. ممكن اشوفها على الفيس وعلى الايلد، وعارفه انه اذا كل ما اذا البيبي مع الكراين تبع البيبي بصير لونها ريد اكثر. ليش؟ لانها اصلا هي عباره عن تجمع كابيلاريز، يعني كولكشن اوف كابيلاريز، فكل ما صار في عندنا كراين بصير الريدنس تبعها اكثر. وبرضه ات ويل جوز وذين ويكس، بتروح لحالها خلال ويكس وما بتخوف. هاي بنسميها سلمون باتش. بالنسبه للصوره هاي شو بنسميها؟ بنسميها بورت واين ستين. هاي الصوره شو اسمها؟ اسمها بورت واين ستين. طيب شو هي البورت واين؟ المهم انه هاي اصلا مش بيناين ليجن، هاي ات داز نوت جو او ما بتروح لحالها. هاي اسوسييتد مع سيندروم، ويتم تعمل النيورجيكال مانيفيستاشن اللي هي بنسميها ايش؟ ستيرج ويبر سيندروم. طيب شو هي الستيرج ويبر سيندروم؟ هي عباره عن ايش؟ كلاسيفيكيشن. بكون في عندنا بكون عندنا كالسيفيكيشن في البرين، بصير عندنا سيجرز، وبيجي البيبي بكون ايش؟ منتلي ريتاردد، ماشي. البورت واين سميناها بورت واين لانها بتشبه لون الواين. طيب عاده بتكون يونيلاترال على جهه واحده، وبتكون ايش؟ مع الديستريبيوشن تبع مين؟ تبع الترايجيمينال نيرف، زي ما احنا شايفين نفس الديستريبيوشن تبع الترايجيمينال نيرف. فشو سميناها؟ سميناها بورت واين ستين. وزي ما حكينا البورت واين ستين بتكون اسوسييتد مع السندروم اللي هي الفينستير كوبر سندروم، وهي not benign وما بتروح. طيب it does not go away. هذا بالنسبه لمين؟ بالنسبه للسكن والليمفاتكس. خلصنا سكن والليمفاتك، بنبلش examination الهيد. هسه الهيد examination ايش بنسميه؟ ايش ال 3 ايش اسس. طيب في عندنا 3 اسس. شو يعني 3 اسس؟ يعني بدي اشوف السايز، وبدي اشوف الشيب اوف ذا هيد، وبدي اشوف السوتشرز. طيب بدنا نشوف السوتشرز، بنشوف السايز تبع الهيد والشيب، وهسه رح نجيهم. بنشوف السوتشرز والله اذا في عندي اوفر رايدنج سوتشرز او لا، زائد الفونتانيل. المهم بدي اعرف السايز تبع الفونتانيل، وبنشوف اذا هو انتنشن بلجنج فونتانيل ديبرست فونتانيل وهكذا. اذا الفونتانيل عندنا لارج او الفونتانيل سمول. هذا الجدول مهم، ودائما بيجي موضع اسئله بالاوسكي والميني اوسكي ضمن محاضرات ثانيه، يعني ما بكون سؤال لحاله، بس بيجي مثلا شو الكوزز اوف مثلا لارج انتيرير فونتانيل وهكذا. زي ما بنعرف انه في عندنا انتيرير فونتانيل، راح نشوف صورته كمان شوي، وفي عندنا شيء بنسميه بوستيرير فونتانيل عند مين؟ عند البيبيز. انتيرير فونتانيل المفروض يسكر ما بين 9 ل 12، ممكن يسكر على عمر 18، يعني ماكسيموم على عمر سنه ونص المفروض الانتيرير فونتانيل يكون مسكر، والبوستيرير فونتانيل على عمر ايش؟ على عمر الاربع اشهر المفروض يكون مسكر. في عندنا متى بيكون لارج انتيرير فونتانيل؟ يعني بيكون انتيرير فونتانيل كبير السايز تبعه، لما يكون في عندنا هايبوثايرويدزم، في حالات الاوستوجينيسيس امبيرفكتا، في حالات الهايبوفوسفاتيزيا، في حالات الكروموسومال ابنورماليتيز، ماشي. اذا في حالات الكروموسومال ابنورماليتيز، واذا كان البيبي نفسه سمول فور جيستيشنال ايج. طيب سمول فور جيستيشنال ايج يعني وزنه اسمه سمول فور جيستيشنال ايج، يعني اذا البيبي نفسه اي او جي ار، يعني صار عندنا انترا يوتراين جروث ريستركشن. طيب
ممكن يكون فانا بلجنج فونتانيل. متى بيكون بلجنج فونتانيل؟ في حالات اي كوز بيسوي لنا ايش؟ انكريز انتراكرينيال بريشر، زي في حالات المننجايتس، في حالات الهايدروسيفلس وغيرهم. ديبرست اكيد في حالات مين؟ في حالات ال شو اسمه الديهايدريشن، ماشي. اذا ديبرست في حالات الديهايدريشن، والسمول انتيريور اذا فونتانيل بنشوفه في حالات الهايبر ثايرويدزم، المايكروسيفالي، والكرينيو ساينستوسيس اللي هي ايرلي كلوجر اوف سوتشرز اللي حكيناهم قبل شوي. طيب اذا زي ما احنا شايفين الصوره هون، بنلاحظ انه في عندنا هون في عندنا تو فرونتال هاي، وهاي في عندنا تو فرونتال بون، في عندنا هذول البارايتال بون، وفي عندنا ايش؟ في عندنا الاوكسيبيتال بون. بتوين الفرونتال بون في عندنا ايش؟ ميتوبيك سوتشر. بتوين الفرونتال والبارايتال في عندنا كورونال سوتشرز، وبتوين التو بارايتال بون في عندنا ساجيتال سوتشرز، وبتوين التو بارايتال والاوكسيبيتال في عندنا ايش؟ في عندنا اللامدويد ذن سوتشرز. بنلاحظ انه الانتيرير ذن فونتانيل وين موجود؟ موجود بتوين التو فرونتال والتو بارايتال، والبوستيرير فونتانيل موجود بتوين التو بارايتال والاوكسيبيتال. طيب إذا صار في عندنا فيوجن أو فيوني كورونال سوتشرز، هون راح يصير في عندنا شكل الهيد بنسميه في إيش؟ بنسميه بليجو سيفالي، ماشي، بنسميه بليجو سيفالي. طيب بنسميه إيش؟ إذا أنتيريور بليجو سيفالي. إذا صار في عندنا فيوجن لمين؟ لللمدويد يوني لاترال لمدويد سوتشر، راح يصير في عندنا بوستيريور بليجو إذا سيفالي، وممكن يكون شكل الهيد بليجو سيفالي والسوتشرز كلهم يكونوا مفتوحين. طيب مثلا والله صار في عندنا كلوجر للميتوبيك سوتشر، راح يكون في عندنا إيش؟ في عندنا ترايجونو سيفالي، بيكون شكل الهيد بنسميه ترايجونوسيفالي. اذا صار في عندنا فيوجن اوف باي لاترال سوتشرز، الباي لاترال كورونال سوتشر، الاثنين سكروا بنسميه ايش؟ بريكيوسيفالي. طيب اما اذا صار في عندنا فيوجن للساجيتال اس اس سكافوسيفالي، ماشي، اذا الاس مع الاس بنسميها ايش؟ بنسميها سكافوسيفالي، وبرضه لها اسم ثاني اللي هو ايش؟ اللي هو الدوليكوسيفالي. تمام، مثلا ممكن يكون سكافوسيفالي او الاسم الثاني هو دوليكوسيفالي، هذا حفظ. ممكن يعني يجي اما كصوره بمينيوسكي او يعني هو الان ما اجى، بس انه انتم تحفظوا احتياط. طيب زي ما احنا شايفين هون النورمال شيب للهيد، لاحظوا هون في عندنا بوستيرير بليجو سيفالي، شو الكوز تبعها؟ انه بيكون في عندنا يوني لاترال فيوجن لمين؟ لللمدويد سوتشر. في عندنا البريكيو سيفالي، انه صار في عندنا فيوجن الباي كورونال سوتشرز، وفي عندنا الدوليكوسيفالي اللي هي صار في عندنا فيوجن لمين؟ للساجيتال سوتشر. طيب هذا بالنسبه للهيد. بعد الهيد بنعمل اكزامينيشن للاي. هسه في عندنا بالاي شغلتين مهمات، في عندنا شيء بنسميه فينا السلاند اوف بالبيبرال فيشرز. طيب سلاند اوف بالبيبرال فيشر، خلينا نشرحها على الصوره. طيب بشكل عام المفروض انه المفروض انه المستوى، ماشي، انه الميديال واللاترال ابيكانثس المفروض يكونوا على السيم ليفل، زي ما احنا شايفين هون هاي الميديال واللاترال ابيكانثس، هاي بنسميها ميديال ابيكانثس، هاي بنسميها اللاترال ابيكانثس اللي هو طرف العين، المفروض الاثنين يكونوا على ايش؟ على نفس اللاين، على الهوريزونتال لاين. هسه اذا كان اللاترال ابيكانثس ابوف الميديال ابيكانثس زي ما احنا شايفين هون، شو بنسميه؟ بنسميه upward slanting of the palpebral fissure. وإذا كان الميديال epicanthus أعلى من اللاترال epicanthus، شو بنسميه؟ بنسميه downward downward slanting of the palpebral fissure. طبعا كل واحدة لها differential خاص. مثلا ال upward slanting of the palpebral fissure لما يكون اللاترال epicanthus أعلى من الميديال epicanthus هي normal variant in the Chinese، وإحنا كلنا نعرف كيف عيون الشاينيز كيف شكلهم. طيب هاي تعتبر normal variant. برضو كمان بنشوفها عند مين؟ عند مرضى الداون سيندروم، بكون عندهم upward slanting of the palpebral fissure. بينما downward slanting of the palpebral fissure زي ما هي في الصورة هون، انه يكون الميديال ابيكانثس اعلى من اللاترال ابيكانثس، بنشوفها في ترايسومي مين؟ ترايسومي 13 اللي هي بنسميها باتو ترايسومي، وبنشوفها برضو كمان اذا في ادوارد سيندروم. طيب اذا حكينا لما يكون اذا downward slanting عند ادوارد، عفوا عند داي جورج مش ادوارد، داي جورج، اذا بتكون عند داي جورج، والابوارد slanting عند مين؟ عند الداون سيندروم. هذا بالنسبه للسلاندنج اوف بالبيبرال فيشر. الشغله الثانيه اللي هي ايش؟ الهايبر توليريزم، ماشي، اذا الهايبر توليريزم بشكل عام في عندنا السبيس، اذا السبيس ما بين الميديال ابيكانثس اوف ذا ليفت اي مع الميديال ابيكانثس اوف ذا رايت اي، السبيس هذا شو بنسميه؟ بنسميه توليريزم. اذا كان السبيس وايد سبيس بنسميه هايبر توليريزم. طيب اذا كان نارو سبيس بنسميه هايبو توليريزم. طيب بنسميه هايبوتوليريزم. هسه متى الهايبرتوليريزم بشوفه مع مين؟ بنشوفه مع الداون سيندروم.
والهايبوتولر زي ما نشوفه مع ترايسومي 13 اللي هي بنسميها باتو باتو سيندروم. طيب فهذا الشيء مهم كديسمورفيك فيتشرز ممكن نشوفهم خلال الاي اكزامينشن. حكينا سلانتنج اوف بالبيبرال فيشر، حكينا الهايبرتيروريزم، وعرفنا كل وحده اللي في السلانتنج لما يكون ابوارد معنى ذلك ممكن يكون نورمال فاريانت عند التشاينيز، ممكن يكون داون، ولما يكون داونوارد سلانتنج اوف بالبيبرال فيشر عند الداي جورج سيندروم. الهايبرتيروريزم بكون هايبرتيروريزم عند الداون، وهايبوتيروريزم يعني المسافه بتكون قليله عند مين؟ عند الباتو سيندروم. بعدها البيوبل بنشوف الريفلكسز فيه، وراح نيجي الصوره كمان شوي، وبنشوف الكونجنكت طيب الكالر اوف ذا سكليرا، بنشوف الكورنيا من الكونكتايف مثلا، بنشوف اذا في اذا كانت بيل او لا بقصص الانيميا والسكليرا عشان الجوندس والقصص هاي، والفيجوال فيلد اذا كان اصلا اذا كبير يعني 5 سنوات وفوق ممكن اعمل له فيجوال فيلد اكزامينيشن. في عندنا شيء بنسميه ريد ريفلكس. طيب زي ما احنا شايفين هون هذا بنسميه نورمال ريد ريفلكس، زي ما احنا شايفين انه بيكون لونه ريد. عشان يكون في عندي نورمال ريد ريفلكس لازم الضوء يرجع من وين؟ من الريتينا. يعني بالتالي اي مرض بيمنع وصول الضوء للريتينا او اي ديزيز بالريتينا نفسها راح يكون عندنا اب نورمال ريد ريفلكس. كيف ببين؟ ببين وايت. شو بنسميه؟ بنسميه ليكوريا. بنسميه ايش؟ بنسميه في الليكوريا. طيب شو الديفرنشال دايجنوسيس مثلا لما يكون في عندنا مثلا هي وايت او abnormal red reflex؟ اي شيء حكينا بمنع وصول الضوء زي ايش؟ زي الكاتاراكت مثلا، بيشنت ممكن يكون عنده جلوكوما، ممكن اذا كان مثلا اذا كان بري ماتشور بيبي يكون عنده ريتينوباثي اوف بريماتشوريتي. طيب ممكن الريتينوبلاستوما نفسها، او اذا كان في عندنا هيموريج بمنع وصول الضوء اللي سلطناه، فبالتالي ايش؟ اذا بيكون في عندنا abnormal red reflex. هاي بالنسبه للريد ريفلكس تبع الاي. هيك بنكون خلصنا الاي. بعد هيك بنيجي على موضوع مين؟ على الايرز. بالايرز بدي اشوف البوزيشن تبع الاير، رح نشرحها على الرسمه كمان شوي، ونشوف التيمبانيك ميمبرين. التيمبانيك ميمبرين المفروض يكون ايش؟ يكون ترانسبيرنت، يكون الستراكشرز اللي بيلو ات واضحين، ما يكون دل، ما يكون بلج، ما يكون تنس، ما يكون ايش؟ ما في لا سويلينج ولا بيرفوريشن ولا ريدنس ولا دلنس ولا غيرها. طيب هسه رح نشوف الصور. زي ما احنا شايفين هون في عندنا شيء بنسميه imaginary line، بنرسمه ما بين ايش؟ ما بين اللاترال بيكانثس ماشي، وما بين ايش؟ الاوكسيبيتال اتشوبيرنس. تمام. اذا هذا الايماجينري لاين لما نرسمه نورمالي المفروض يكون في عندنا 1/3 اوف ذا اير ابوف ذس imaginary لاين. اذا كان الاير كلها بلو ذس imaginary لاين شو بنسميها؟ بنسميها لو سيت اير. تمام. هاي بنسميها لوست اير. شو يعني لوست اير؟ يعني بمعنى اخر الاير تحت الايماجينري لاين اللي رسمناه اللي بيكون ما بين اللاترال ابيكانثس وما بين الاوكسيبيتال جوبيرنس. تمام. تمام. وين بشوف اللوست اير؟ بنشوفها كمان في الداون سيندروم. يعني ذكرنا كثير اشياء بنشوفها بالداون سيندروم منهم اللوست اير. هون اذا في عندنا ايش؟ البيري اوليكولار سكين تاجز. هذول زي ما احنا شايفين هذول بنسميهم بيري اوليكولار سكين تاجز. ليش مهم نعرفهم ونشوفهم؟ لانه اذا كانوا موجودين معنى ذلك بيعطونا انديكيشن انه ممكن يكون في عندنا رينال ديزيز، فمهم نميز ونشوف ونتاكد خلال الاكزامينشن انه انا ما عندي بيري اوليكولار سكين تاجز. تمام. زي ما احنا شايفين هون في عندنا هاي نورمال التيمبانيك ميمبرين، شوفوا كيف ترانسبيرنت ومش بلج، وشوفوا كيف الاستراكشر اللي تحتيه كلهم مبينين. هون ايشنا؟ اب نورمال تيمبانيك ميمبرين بكون تنس وضل، وشوفوا كيف عندنا في عندنا اريثيما وسويلينج وغيرها. طيب اذا ممكن نشوفها في حالات الاوتيتس ميديا. بعد الايرز بنشوف النوز ماشي. اذا بالنسبه للنوز اهم شيء اللي هو بنشوف النيزل سيبتم. شو هو النيزل؟ يعني نشوف النيزل سيبتم. النيزل سيبتم عاده مفروض ايش؟ انه البوستيرير بارت اوف ذا نوز ما يكون فيه سيبتم. ممكن بعض البيدياتريك يكون عندنا نيزل سيبتم على البوستيرير بارت اوف ذا نوز، فبالتالي بيكون النوز اصلا يعني بمعنى اخر مسكر. شو بنسمي هاي الظاهره؟ بنسميها كوينال اتريجيا ماشي. بنسميها كوينال اتريجيا. بالكوينال اتريجيا كيف اقدر اشخصها؟ هسه مثلا لما الطفل يكون كراينج معنى ذلك انه الطفل فاتح ثمه، يعني اصلا مين بيكون الطفل بتنفس من خلال ثمه، فبالتالي اثناء الكراينج بنشوف انه البيبي بيتحسن. اول ما يصير في عندنا فيدنج مع الرضاعه مباشره راح يصير البيبي ساينوزد. ليش؟ لانه ببطل في اصلا اكسجين واصل للبيبي، لانه اصلا النوز مسكر بالسبتم والمنف مسكر، فبالتالي ما فيش يعني اذن اير بدخل. فهون ايش بنسميه؟
نسميها ايش؟ الكوينال اتريجيا. فبالتالي الكوينال اتريجيا اذا بكون تتحسن مع مين؟ مع الكراينج، تمام؟ بتتحسن مع الكراينج، و واذا بصير البيبي ساينوز يعني بتسوء الحاله مع مين؟ مع الفيدنج، مع الفي، مع الفيدنج. طيب، طيب بعدها النيزل بريك ليش مهم؟ لانه في عندنا بعض الديزيزز اسوسييت ان بكون في عندنا ديسمورفيك فيتشر في النيزل بريك. يعني زي ايش؟ بكون في عندنا بكون في عندنا ديبرست نيزل بريك، زي في حالات الهايبوثايرويديزم راح نشوف صورتها لقدام. برضه لازم نشوف الميوكوزا، نشوف الكلر تبعها، نشوف اذا في بوليبس او لا، نشوف اذا في عندنا تندرنس بالساينسز، واذا في ديسشارج من النوز. هذا بالنسبه للنوز. بالنسبه للماوث نفس الشيء، بدنا نشوف عندنا الليبس، بدنا نشوف التانجز، بدنا نشوف التيث، نشوف البالت، اذا البالت والتون سيلز، اذا في اكزودات او لا، واذا في انفلاميشن او لا، وبرضه كمان البوستيريور فرنجيال وول. زي ما احنا شايفين هون، زي ما اذا نشوف الصوره هاي كيف كلها مليانه ديسمورفيك فيتشر، هذا نسميه ايش؟ ديبريست نيزل بريدج. طيب لاحظوا انه فينا ماكرو جلوسيا، اذا فينا بروترود التانج لسان طالع لبرا، هذول اذا فينا الفيس نفسه اللي اذا كورسز بتحسه. فالفكره الاساسيه انه هذول وين بنشوفهم؟ هاي صوره بتشبه ايش؟ بتشبه مرضى الكونجينيتال هايبوثايرويديزم، وبرضه ممكن نشوفها بالداون سيندروم. اذا بدنا نشوف اذا البيبي عنده كليفت ليب او كليفت بالات، ولازم نعمل بالبيشن للكليفت بالات عشان اتاكد اذا هي اذا في عندنا ميكوزا للكليفت بالات او لا. فما بكتفي بالانسبكشن فقط عشان الكليفت بالات، لا، لازم اعمل بالبيشن، هذا الشيء مهم. بعد هيك في عنا الانكيلوجلوسيا، يعني معنى اخر انه في عنا تانج تاي، شوفي كيف يعني التانج معنى اخر مربوط. عاده اذا ما كانت تاثر لا على السبيتش تبع البيبي ولا على الفيدنج، ما فيش مشكله، مش راح اسوي لها شيء، يعني ما بنعمل اي انترفنشن. لكن اذا اثرت لازم نعمل لها كت بيل سيرجري. طيب زي ما احنا شايفين هون، اذا في حالات التونسيلايتس فايرال هون في عنا فايرال وفي عنا البكتيريال. طيب الفيرال اللي شوفي اذا هي فقط الريثيما، البكتيريا نشوف كيف عندنا اكزوديت. طيب بالنسبه للنك بنعمل اكزامينيشن للثايرويد، بنشوف التراكيال بوزيشن، بنشوف اذا في ماسز او لا، وبنشوف اذا بريزنس اوف او ابسنس اوف نكر ريجيديتي. شو النكر ريجيديتي؟ هي واحده من المننجيال ساينز اللي بنعملها، بس الفكره الاساسيه والمهمه هون انه احنا ما بنقدر نعمل نكر ريجيديتي الا بعد ما يكون الانتيرير فونتانيل مسكر، يعني بعد ما يكون عمر الطفل قديش؟ سنه ونص. احنا حكينا ماكسيمم المفروض يسكر على 18 شهر، فبعد السنه ونص ممكن اسوي النكر ريجيديتي. تمام. الصورة هون زي ما احنا شايفين في عنا هاي بنسميها ايش؟ ويب نيك. ويب نيك وين بنشوفها؟ بنشوفها في التيرنر سيندروم اللي هي الاكس او. طيب برضه كمان في النونان سيندروم، النونان سيندروم نفس التيرنر، بس الفرق انه ايش بتكون؟ هي عبارة عن اوتوزومال ريسيسيف ديزيز. فبنشوفها هاي الويب نيك اذا كديفرنشيال الها اللي هي اذا تيرنر ونونان. هون في عندنا كونجينيتال ايش؟ تورتيكولس. شو يعني تورتيكولس؟ يعني صار في عندنا انجري للستيرنوكليدوماستويد مصل. هسا اذا كان الهيد زي ما هو بالصوره راي علميا على الرايت سايد، معنى ذلك الانجري هي في الليفت استيرنوكليدوماستويد، والعكس صحيح، اذا كان على الليفت سايد معنى ذلك الانجري بالرايت استيرنوكليدوماستويد. طبعا التورتيكولس ممكن تكون كونجينيتال، يعني ينولد الطفل وهو عنده تورتيكولس، او تكون اكوايرد، يعني صار في عندنا تروما عملت انجري للستيرنوكليدوماستويد. بالنسبه للانج انثوركس، بالنسبه للانسبكشن يعني زيه زي الادلت، مش ما بفرق كثير. بنشوف الباترن اوف بريثنج، تمام؟ عاده النورمالي عند الانفنت بكون في عندنا ابدومينال بريثنج. بنشوف البيريودك بريثنج، تمام؟ برضه كمان بكون نورمال عند الانفنت، وزي ما حكينا قديش بتكون اقل من 15 سكند. شو سببه؟ حكينا انه في عندنا اماتور برين ستيم لسه. بعدها بنشوف اذا في عندنا ساينز اوف ريسبيرتوري ديستريس اللي حكيناهم، زي النيزل فليرنج، زي اليوز اوف اكسسوري ماسلز، زي اذا شاف عندنا ذا سب كوستال ذا ريتراكشن سب ستيرنال ريتراكشن وغيرهم. الشيست وول كونفيجريشن اذا في عنده كايفوسيس او سكيليوسيس او اذا بيكتس اكسكافيتم والكرينيتم، او اذا عنده هايبر انفليشن، اذا في سكارز او فيزابل بولسيشن او ماسز وغيرها. يعني نفسه نفس الادلت بالضبط، مش راح يفرق كثير. يعني الفكره الاساسيه بالابدومينال بريثنج وبالبيديات وبالبيريودك بريثنج، زائد ايش؟ زائد الاسترايدر، واذا في عندنا اودبل ويز او لا.
بالبالبيشن بنشوف إن إذا فينا تراكيال ديفيشن أو لا. طيب بنشوف الأبكس بيت، ممكن أعمل تشيست إكسبانشن عند مين؟ عند الأولدر تشيلدرن، لكن إذا طفل صغير صعب أقول له ناخذ نفس وطلع نفس، يعني بدها كنترول. وبرضه بعمل أوسكلتيشن عشان نشوف البريثنج ساوندز، ونشوف إذا كان فيزيكولار أو برونكيال بريثنج ساوند، نشوف الإكسبيراتوري فيز إذا كان فينا برونجيشن إكسبيراتوري فيز، يعني البيبي عنده أزمة أو لا وغيرها، يعني أوسكتيف لانج ديزيز الويز والكراكلز، بالاضافه للابر اير واي ذا نويز. تمام، ودونت فورجيت تو اكزامن الاكزيلا والبوستيريور بول اكيد. والتكتايل فوكال فريميتس اللي بنعملها عند البيدياتريك ات از نوت دان، عفوا اللي بنعملها عند الادلتس ات از نوت دان في البيدياتريك الا اذا كان ادوليسنت، يعني فوق ال 18 فوق ال 12 سنه. اذا زي ما احنا شايفين بنعمل انسبكشن كامل، وزي شوفوا هون الصوره في عنا ايش، في عنا اكسترا نيبل. طيب ممكن يكون في عند البيبي اكسترا نيبل، وممكن يكون في عنده وايدلي سيبريتد نيبل. طيب والوايدلي سيبريتد نيبل وين بشوفها؟ بشوفها كمان عند التيرنر، عند اذا بشوفها عند التيرنر سيندروم اللي هي الاكس او. طيب بعد الاكزامينشن الريسبيرتوري سيستم نعمل اكزامينشن الكارديو فاسكولار فايتلز، بنشوف اذا في عنده سنترال ساينوسيس اذا هو بيل او لا، بنشوف الهانز، بنشوف الريسبيرتوري اذا عنده ريسبيرتوري ديستريس او لا، اذا الجي في بي اذا بعد عمر 8 سنوات، بنعمل بنشوف البلسز، بنشوف اذا في عنده راديو فيمورال اذا ديلي. طيب انسبكشن عشان الهيف والثريل والابكس بيت، زائد الاوسكلتيشن عشان الهارت ساوند واذا في عندنا ميرمر او لا، بنعمل اكزامينشن الليفر واللنج. هسه دائما في عنا شيء بالبدايات بنسميه انه سنت ميرمر. طيب انه سنت ميرمر هي ميرمر عاديه بتكون سوفت 1 3، طيب اذا سوفت اس 1 اس 3، وعاده بتكون سيستوليك. مهم نعرف انه دائما ما في عنا دايستوليك ميرمر وتكون نورمال، دائما الدايستوليك ميرمر هي اب نورمال ميرمر، لانه سنت ميرمر هي ايش؟ سيستوليك ميرمر، والفيتشرز تبعتها انه نوت كوندكتد بوستيريرلي، ما بسمعها لما اسمع بوستيريرلي، زائد انه ايش؟ فاريبل مع البوزيشن ومع ايش؟ مع الريسبيريشن. تمام، بعد هيك اللي هو الابدومينال اكزامينيشن، بدنا نشوف الشيب اوف ذا ابدومين، عادة بكون اول شيء انه بروتوبيرنت ذا ابدومين، وبعدها بصير سكافويد، ماشي؟ بدنا نشوف نفس الشيء، اذا بنشوف السيمتري، بنشوف الريسبيريشن، بنشوف الامبلايكس، بنشوف اذا في راش او لا، بنشوف اذا في دايليتد فينز او لا، والسكارز، ماشي؟ اذا الهيرنيا اورفيس اذا كان كبير اسك ذا بيشنت تو كف، واذا كان صغير اصلا عن طريق الكراين مباشره بعرف اذا في هيرنيا او لا، والبلتوسيت عشان دايفركيشن اوف ريكتاي، والبالبيشن نعمل بالبيشن من اذا سوبرفيشال وديب، بنشوف اذا في تندرنس، بنشوف اذا في ماسد، بنشوف اذا في اذا نعمل ايش نايدت اورجانوميجالي زي فينا الليبر والسبلين والكدني. اصلا الكدني مهم نعمل اذا نعملها اكزامينيشن او اذا بالبيشن، انه اصلا كان الموست كومن كوز اوف ابدومينال ماس عند البيدياتريك انه يكون فينا بوليسيستيك كدني ديزيز، فبتكون الكدني انلارج، ماشي؟ والليفر نورمال، اذا كان فعلا النورمال ليفر سبان واذا النورمال ليفر سبان عاد ممكن يعني اذا لقيته اذا 2 سنتيمتر بلو الكوستال مارجن بكون عادي نورمال، بكون نورمال. بالبركاشن بنشوف عندنا الشيفتنج دلنس عشان الاسايتس والترانسميتد ثريل فور المودريت اسايتس. تمام، بنشوف اذا في عندنا رينال انجل تندرنس، الاسكالتيشن عشان البول ساوند اذا كل 5 ل 10 سكند. تمام، واذا في بروي او لا، ممكن اعمل ديجيتال ريكتال اكزامينيشن والجينيتال اكزامينيشن، بس الديجيتال ريكتال اكزامينيشن عاده يعني مش روتين اللي تنعمل. طيب طيب برضه كمان من ضمن الاشياء اللي ممكن نشوفها في اللي اخذناهم بالبيدياتريك سيرجري اللي هي الجاستروكييسس والايش والانفالوسيل. طيب زي ما بنعرف انه الانفالوسيل بتكون كفرد بساك، الجاستروكييسس نوت كفرد، الانفالوسيل بتطلع من الامبلايكس، الجاستروكييسس بتطلع رايت تو ذا امبلايكس، الانفالوسيل ممكن الكونتنت ما تكون بس انتستاينال، بينما الجاستروكييسس اونلي انتستاينال كونتنت. تمام، الانفالوسيل اسوسييتد مع جينيتك ديزيز زي ايش مثلا زي داون سيندروم، ومع كونجينيتال ديزيز اكثر من الجاسترو كيسز. تمام، هاي زي ما احنا شايفين هاي بنسميها هاي هي اذا هاي عباره عن جاسترو كيسز، وهاي اللي كفرد هي الانفالو اذا هاي فينا هاي بنسميها جاسترو كيسز، وهاي الانفالو وهاي الانفالوسيل. طيب برضو كمان في عنا الامبلايكال هيرنيا، بالنسبه للامبلايكال هيرنيا بتكون عباره في عنا بلجنج او بروتروجن من الامبلايكس، تقريبا بنصبر عليها لمده سنتين، ممكن تروح لحالها، اذا ما راحت ممكن نعمل سيرجري. طيب بالنسبه للمسكولوسكيليتال، اهم شيء فيه اللي هو ايش؟ الساكرال
دمبل ماشي، في عندنا ساكرال دمبل. هسه بنيجي شو يعني ساكرال دمبل؟ في عندنا بدنا نشوف الساكرال دمبل، راح نشرحها الصوره لقدام. في عندنا بدنا نشوف اذا في كايفوسيس، لودوسيس، سكليوسيس، اي يعني اي فيرتبرال كولوم اب نورماليتيز. تمام، بدنا نشوف اذا في عندنا جون عفوا الجوينت ديفورميتي، او اذا في عندنا مسل ديفورميتي في المسل. بنشوف الفينجرز، بنشوف الايديما، بنشوف الكلوبينج وغيره. بالنسبه للاي اذا زي ما احنا شايفين، هاي شو بنسميها؟ هاي بنسميها ساكرال دمبل. تمام، الساكرال دمبل عاده بتكون عبارة عن blind in the tube، يعني بتكون مسكرة، يعني بمعنى آخر ما وصلت للنيورال تيوب، يعني ما عملت لي نيورولوجيكال abnormality. متى بشك انه هاي الساكرال دمبل هي abnormal وتعتبر النيورال تيوب problem؟ اذا في features معينة. اول اشي اذا كان في حواليها هير، طيب والله كان في انها ساكرال دمبل حواليها هير، هون بشك. اثنين، اذا كان في انها هايبر بيجمنتيشن، حواليها هايبر بيجمنتيشن، اذا حوالين هاي الدمبل في هايبر بيجمنتيشن على الباك. طيب اذا كان السايز تبع الدمبل اكثر من 5 مليمتر، ماشي اكثر من 5 مليمتر، واذا كانت اصلا المسافه بينها وبين الان الاورفيس، يعني المسافه بين الدمبل هاي وبين الان الاورفيس، اذا كانت هاي المسافه بينهم اكثر من 2.5، اكثر من 2.5 ايش؟ إذا أكثر من 2.5 سنتي، ماشي. إذا كانت أكثر من 2.5 سنتي، هون شو تعتبر؟ إذا تعتبر إنها نيورال تيوب بروبلم، زائد إنها تكون عاملة نيورولوجيكال مانيفستيشن. فبالتالي إذا حكينا بشكل عام، الساكرال دمبل ممكن تكون بلايند اندد تيوب ومش واصلة للنيورال تيوب ولا تعتبر نيورال تيوب بروبلم. بس متى بفكر إنه هاي عبارة عن نيورال تيوب بروبلم؟ في عنا حالات معينة، إذا كان معها هير، إذا كان معها هايبر بيجمنتيشن، إذا كان السايز تبعها أكثر من 5 مليمتر، إذا كانت المسافة بينها وبين الإن الأورفيس أكثر من 2.5 سنتيمتر، وإذا كان معها من عملنا نيورولوجيكال إكزامينيشن وطلع أبنورمال نيورولوجيكال إكزامينيشن، هون بفكر إنه هاي عبارة عن ساكرال دمبل عاملة نيورولوجيكال أو نيورال تيوب بروبلم. تمام. هون إذا كيف بكون إذا النورمال المفروض يكون لك؟ في عنا هون البولينج ريك بنشوفها مع الريكت، وفي عنا إيش النكت، إذا النكت نية برضه كمان من الأشياء المفروض نشوفها في الماسكولوسكيليتال سيستم، زي ما إحنا شايفين هون إذا صورة الكلاب فوت برضو كومن في البيدياتريك ممكن نشوفها. والايش وفي عنا الدي دي اتش اللي هي بتكون عباره عن ايش؟ ديفلوبمنتال ديسبلازيا اوف ذا هيب، ماشي. اذا ديفلوبمنتال ديسبلازيا اوف ذا هيب يعني هو اصلا اللي بنسميه بالعربي عندنا خلع الولاده. شو هو الديفلوبمنتال ديسبلازيا اوف ذا هيب؟ انه اللي بيصير انه بيطلع الهيد اوف ذا هيب، عفوا بيطلع الهيد اوف ذا فيمر برا الاسيتابولم. ليش؟ اكثر شيء سببه انه ايش؟ الاوفر ادكشن، يعني اكثر شيء اصلا وين بنشوفه في المجتمعات العربيه، لانه المجتمعات العربيه بيربطوا الطفل وقصه، يعني بكون طفل يا دوب بتنفس اصلا. فاكثر شيء بنشوفها عندنا هون بالمجتمعات العربيه. ليش؟ لانه في عندنا يعني مفاهيم خاطئه انه لما نربط الطفل، مش عارف شو ممكن نسميها التربيطه اللي بتعرفوها، بصير في عندنا ادكشن للليجز، طيب او للهيب. إذا أول ما نعمل أدكشن رح يطلع إيش؟ رح يطلع الهيد أوف ذا فيمر برا الأسيتابولم، لأنه أصلاً الهيد أوف ذا فيمر أكبر من الأسيتابولم، يعني هو لارج، يعني مش كثير فت على الأسيتابولم، فسهل إنه يطلع منها خصوصاً عند النيو بورن. فبالتالي بيجي البابي بيكون عنده دي دي إتش، طيب. فبنزل في لها مانوفر معين بنسميه، فينا بارلو مانوفر وفينا أورتولاني مانوفر. في البارلو مانوفر لما نعمل أدكشن ماشي ويطلع هاي، فانا الهيب اذا الهيب از ديسلوكيتد بوستيريرلي اوت اوف الاسيتابولم. والاورتولاني لما نعمل ابدكشن وهو الحل عشان اخلص من ال شو اسمه ديفلوبمنتال ديسبليجيا اوف ذا هيب، اذا هي فعلا الاورتولاني مانوفر. وزي ما احنا بنشوف الجهاز خلع الولاده كيف بكون في عنا سبيس ما بين كل الليج وليج، يعني عاملين ايش؟ عاملين ابدكشن. تمام، فاذا الاورتولاني مانوفر بصير فعلا اذا ذا ديسلوكيتد هيب از relocated back into the acetabulum. تمام، هون اللي هي البوليدكتلي لما يكون في عندنا الاذن اذا اكثر من 5 fingers ممكن يكون بوست اكزيال، ماشي، اذا على الالنر، يعني زي ما احنا شايفين هون، وهذا كومون. وممكن يكون بري اكزيال يعني على الراديال، لكن هذا بكون مور اسوسييتد مع السندرومز، ماشي، بنشوفها اكثر مع السندرومز. زي مين؟ زي اذا زي داون سندروم وغيرهم.
طيب والفيتشرز اللي هون كمان ممكن نشوف عندنا الروكر بوتوم فيت والاوفر رايدنج فينجر، هذول من الديسمورفيك فيتشرز اللي بنشوفها مع ادوارد اللي هي ترايسومي 18. تمام اذا ادوارد اللي هي ترايسومي 18. بعد هيك اذا في عندنا السيمن كرايس كريس عفوا في عندنا السيمن كريس انه بكون في عندنا خط واحد، هاي ممكن تكون تقريبا بنسبه 3 إلى 10% نورمال عند البوبيوليشن، لكنها مور كومون مع الداون مع الداون سيندروم. ممكن اشوف الكلينو دكت انه يكون فينا ديفيشن بالليتل فينجر زي ما احنا شايفين هون، ماشي بديفيشن بالليتل فينجر بتكون اسوسييتد مع تيرنر وبرضه كمان معدام. بالنسبه للنيورولوجيكال اكزامينيشن، اهم شيء بالنيورولوجيكال اكزامينيشن بالنسبه للبيدياتريك 3 شغلات اللي احنا ملونينهم اللي هم المننجيال ساينز اللي راح نشرحهم وقت المننجايتس. طيب مننجيال ساينز منهم النكل ايش اسمه النكل ريجيديتي، ومنهم الكيرنينج ساين وغيرهم راح نذكرهم كاملين بمحاضرة تنفيذ لهم سيمينار كامل اللي هي عن المننجايتس. طيب وفي عندنا البريميتيف ريفلكسز ماشي، وفي عندنا الديفلوبمنتال ايفالويشن اللي هي راح تنشرح بمحاضرة الدكتور عمر. الباقي مهمين بس هذول الثلاثة هم أهم 3 نيورولوجيكال اكزامينيشن مطلوبين في البيدياتريك. أهم شيء في عندنا شيء بنسميه البريميتيف ريفلكسز. شو يعني بريميتيف ريفلكسز؟ يعني هي عبارة عن ريفلكسز بتصير يعني بصير في عندنا انفولنتري موتور ايش ريسبونسز، يعني بصير في عندنا انفولنتري موفمنت عند البيدياتريك وبتروح مع العلاج، هاي بنسميها بريميتيف ريفلكسز. منهم مثلا في عندنا المورو ريفلكس. شو المورو ريفلكس؟ مثلا انا بكون حاطه ايدي على ظهر البيبي، اول ما فلت ايدي شوي مباشره البيبي شو بيعمل؟ بيفتح ايديه الثنتين. طيب بيعمل بيعمل ادكشن بيعمل ابدكشن لايدي الثنتين. انا راح احط لكم فيديو تقريبا مدته 5 دقائق لانه يعني كشرح ممكن تحسوهم معقدين، لكن اول ما تشوفوهم في الفيديو بسيطين وسهلين وما بتنسوهم، يعني اول ما تشوفوا كيف الريفلكس بكون مش راح تنسوه. فبالتالي في عنا مورو ريفلكس، في عنا ستيبنج ريفلكس، في عنا روتنج ريفلكس، في عنا سكنج ريفلكس، في عنا الاسيمتريكال تونيك نيك ريفلكس، في عنا الجراسب ريفلكس، في عنا بلنتر ريفلكس، بالاضافه للجلانت ريفلكس اند بابكين ريفلكس. تمام كلهم هذول عبارة عن primitive reflexes، يعني بصير عندنا involuntary motor response عند هذا البيبي، وكل واحدة فيهم بيختفوا على عمر معين، في منهم بيختفي على 6 أشهر، في منهم بيختفي على 9 أشهر وهكذا. والفيديو ضروري تحضروا، راح أدرجه لكم إن شاء الله مع المحاضرة لأنه ما زبط بصراحة أحطه هون على الباوربوينت، فهو يعني بسيط وسهل ومش راح تنسوه، يعني حلو. تمام من ضمن السكن ليجنز اللي سجست النيورولوجيكال ديزيز اللي هي فينا الاش ليف اللي شايفينها بالصوره هاي، بالاضافه لمين؟ للشجرن للشجرن باش. تمام فينا الاش ليف وفينا الشجرن باش، هذول وين بنشوفهم؟ بنشوفهم في التوبيراس سكليروسس. طيب مرض التوبيراس سكليروسس، التوبيراس سكليروسس هو عباره عن جينيتك ديزيز، عاده بكون بناين تيومر ممكن ياثر على اي بارت من البادي. اكثر شيء بنشوفه بالسكن، بنشوفه بالبرين، بنشوفه بالهارت، برضه كمان بنشوفه بالكيدنيز. فبالتالي اول ما اشوف هذول الاشياء بتوقع انه في عندنا راح يكون فينا ابنورمال نيورولوجيكال اكزامينيشن عند البيبي. تمام هاي البورت واين اللي شفنا صورتها قبل هيك اللي هي مع ستيركوبر سيندروم حكينا عنها. هاي الكافي اولي سبوت زي ما احنا شايفينهم هذول، من هذول بنسميهم كافي اولي سبوت، اكثر شيء بنشوفها مع النيورو فايبروماتوسيس. طيب بعد هيك الجيو اكزامينيشن، اول شيء بنشوف عندنا بصراحه ما يعني مش كثير الدكتور كان يركز على الموضوع هذا، وهو اصلا يعني مش كثير بهالاهميه يعني، بس احنا راح نذكره ونبسطه ان شاء الله. فبالتالي بنشوف لازم نشوف السايز اوف بينس، بنشوف اليوريثرال اوبننج وين عشان موضوع الهايبوسبيدياس، بنشوف السكروتم والتستس، وبنشوف قديش التستيكولار فوليوم. ماشي عند الفيميل التيرم فيميل بكون ايش لنا البروميننت ليبيا مايجورا، ماشي اما اذا كانت بري تيرم فيميل البروميننت بكون ليبيا ماينورا وليش لنا والكلوترس، وممكن يكون عندهم فاجينال ديسشارج معه بليدنج او لا بسبب ايش؟ بسبب الهرمونز اللي كانت اصلا من البلاسنتا، خصوصا عند الفيميلز يعني الاستروجين والبروجستيرون. عادي يعني لو لقيت بيبي وعندها بليدنج من الفاجينا لانه هذا ايش بسبب الويذدرول للهرمونات اللي كانت تطلع من البلاسنتا زي الاستروجين والبروجستيرون. طيب
فين الامبوكس جينيتاليا، يعني بمعنى اخر مش مبين هو هذا هو في ميل ولا ميل. متى بحكي انه هذا شيء امبوكس جينيتاليا؟ عند الميلز اذا كان الفالس لينث اقل من 9 سنتيمتر، عند الفيميل اذا كانت كلوترياس اذا عندهم كلوتروميجالي يعني اكثر من 1 سنتيمتر، ممكن اذا كان عند الميل ما عنده نون بالبابل جوناتس، اذا هايبوسبيدياس اسوسييتد وذ انديسندد تيستس، تمام هايبوسبيدياس وانديسندد تيستس، او اذا كان فينا سيبريشن بالسكروتال ساك. طيب فعنا اذا فعنا التينر ستيج، هذا ستيج عشان بحكي لنا عن ستيجز اوف ديفلوبمنت. اهم شيء في هذا الجدول كامل هو موضوع شو هو الفيرست ذا ساين بالبيبرتي عند الميلز والفيميل. اول شيء عند الفيميل بصير اللي هو البريست بود، بينما عند الميلز راح يصير عندهم انلارجمنت اوف ذا تيستس اند سكروتوم. هذا الشيء الوحيد اللي ممكن انه تحفظه من هذا الجدول. تمام. اوركايدوميتر اللي هنا اذن تو اذن بدي اقيس الفوليوم والسايز تبع التستس. البيوبرتال تستيكل مفروض يكون ايش 4 مل و 2 سنتيمتر على اللونج اكسس، تمام. فهذا بستخدمه عشان اعرف شو هو الفوليوم واعرف السايز تبع التستس. تمام. في عندنا الستريتش بينيال لينث اللي هي المفروض يكون نورمالي اكثر من 2.5 عند البري تيرم ذا نيو بورن. وفي عندنا الهايبوسبيدياس انه لما يكون انه اليوريثرال اوبننج مش جاي على التب مش على التب اوف ذا بينس، فهون بسميه هايبوسبيدياس. وتنحسب بالاوبننج اذا في عندنا تايمز حسب الاوبننج. خلاص بس انتم الفكره الاساسيه انه تعرفوا انه الاوبننج تبعت اليوريثرا مش اذا از نوت لوكيتد ات ذا تب اوف ذا بينس. تمام. الهيدروسيل إذن هو إذن كومون ممكن نشوفه عند البيدياتريك. طبعاً بعرف عن طريق الترانسلمينيشن تيست اللي هم نعرف إنه إذن لم أول ما نحط ضوء هون مباشرة ببين إذن ببين ضوء هون، فمسميه ترانسلمينيشن تيست. المهم بالموضوع هذا كامل إني أفرقه عن مين، عن الإنجوينال هيرنيا. هسا بالنسبة للهيدروسيل وي كان جيت أو إذن وي كان إذن جيت أوفر زي ما حكينا زي ما أخذنا بالجراحة، بينما الإنجوينال هيرنيا وي كان جيت أوفر. طيب إذا بنصبر عليه ممكن إذا مستمر ل 12 من 12 18 مانث، إذا استمر أكثر من هيك راح نعمل سيرجري. بعدها فينا الإنجوينال هيرنيا، حكينا أكثر شيء عند البريماتور بيبيز وأكثر شيء بنشوف على الرايت سايد ومور كومون عند الميلز. وآخر شيء فينا الأندسندنت تيستس هي إذا مور عند البريماتور بنصبر عليهم سنة، سنة معظمهم خلال سنة راح يصير لهم ديستنشن إكسبت نسبة كثير قليلة اللي هي 0.3%. إذا هذول راح نعمل لهم سيرجري. ماشي راح نعمل لهم سيرجري. and thank you. اي حدا عنده سؤال ما يتردد يبعث لي باي وقت. ان شاء الله تكون وصلت المعلومات بسلاسه وفهم، واذا في اي معلومه ما وصلت يعني ان شاء الله احنا على استعداد لاجابه اي سؤال. والله يوفقكم ان شاء الله، بدايه خير عليكم يا رب. والسلام عليكم ورحمه الله.